بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه. وتتوالى الايام ويزداد الصخب، ولكن ابدا لن تتوه الحقيقه. ابراهيم، اهلا بك يا باشمهندس، اهلا بكم اعزائي المشاهدين، ولقاء يتجدد معكم في ملك وكتابه حلقه الخميس. حلقه مهمه جدا جايه في توقيت ربما كانت فيه الوقفه بعد العيد. بعد العيد وبعد الاعياد وبعد كل الاحتفالات، وفي ظل هذا الصخب الشديد الذي تحدث وأشار إليه المهندس عدلي، كان لابد من وقفة. هذه الوقفة كانت نتيجة لغضب الأهلي. غضب الأهلي، رأى مجلس إدارته أن هناك إهدارا حقيقيا لحقوق مشروعة، وأن هناك علامات استفهام كبيرة جدا حول الموقف التحكيمي. من ثم كان لابد من وقفة. أعتقد يا باشمهندس كانت وقفة مطلوبة. هو تصوير الامر على ان الاهلي وكان الناس يطلبون من الاهلي ان يظل صامتا وان يظلم ولا يدافع عن حقوقه، وان يترك للاخرين العنان، انه مع الشرده والورده وكل يوم اصبح برنامج يومي ان الناس بتعترض عليهم ومحدش بيتكلم. وما ان يتحدث النادي الاهلي الذي لا يتحدث الا قليلا، ولكن في الشكل اللي في التوقيت اللي يضمن انه يقدر ياخد في حقه لما يكون الموضوع مستحق. فبالتأكيد كانت لحظة المباراة الأخيرة هي اللحظة أو القشة التي قسمت ظهر البعير. عشان كده حلقة النهاردة مهمة جدا، فيها ست موضوعات مهمة، هذه أبرز عناوينها. خلصوا فيك كل الشائعات، لكن اللي ما يعرفش يقول إيه؟ النيجر وبداية العهد الأجيري، حورية ولا سطيف، لا شيء يخيف، البيان بين الاستهبال والاستبيان، ودائما من العشق ما نجح. محتوى إن شاء الله يسعدكم ويجاوب لكم على الكثير من أسئلة الشك والدوشة والصخب الشديد جداً، ويطمئنكم أيضا على الأهلي اللي النهاردة باشمهندس فيه يوم عمل مهم جدا وخطوة مهمة في طريق وضع دستور الأهلي. النهاردة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي على رأس وفد من النادي زار اللجنة الأولمبية صباحا، اجتمع بمجلس إدارة اللجنة الأولمبية، عرض عليهم مشروع اللائحة، ثم تواصلت اجتماعات اللجان، وانتهى منذ لحظات لقاء مهم للكابتن الخطيب مع عدد من أعضاء النادي في مقر الجزيرة. شوف، مجهود خطير ورائع وشفاف وفي إخلاص، يبغي أن اللائحة فعلا تعبر عن مصلحة النادي الأهلي بعد أن يسمع ويستمع لكل الأراء. ليس بالضرورة أن كل واحد يقول رأيه يعني أن يجد به بند، وإلا هتلاقي ألف بند. أيوة. لكن مؤكد أن الأغلبية هيبقى لها توجه. هي خطوة لاقت الاحترام والاستحسان، وما كتبه الأستاذ محمد سيف من أيام، الحقيقة بيخلي الواحد كده يستمتع بالأهلي أكتر وأكتر. ها، كيف يلقى كل هذا الاحترام من أنا حتى بعت له، وما أرجو أنها تكون وصلت له، قلت له قد يختلف الهوى ولكن الاتفاق على الاحترام لا اختلاف عليه. هو كتب حاجه جميله قوي، يا ريت تجيبوها لنا ونقراها. شوف، عشان المهندس عدلي قال جمله او لفظ مهم جدا في تفسير ما يفعله الخطيب ومجلس اداره النادي. الاخلاص. الاخلاص والرغبه في العمل باخلاص لمصلحه النادي ومستقبله. عشان كده النقطه اللي اشار اليها المهندس عدلي سجلها الصديق العزيز والزميل الاستاذ محمد سيف في لحظه من فضلك. بقول هو الاهلي بيعمل كده ليه؟ على مكتبي وجدت ظرفا يحمل اسمي، فتحته وجدت به كتيبا انيقا عنوانه مشروع لائحه النظام الاساسي النادي الاهلي نسخه للمناقشه. ومع الكتيب خطاب موقع من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وبين سطوره يسعى مجلس الاداره جاهدا لمشاركه كل اطياف المجتمع ورموز النادي في صنع لائحه مميزه تليق باسم النادي الاهلي. وأتطلع لمشاركتكم البناءة من خلال الأفكار والمقترحات التي ترونها.
بيقول الأستاذ محمد سيف في تغريدته: مثل هذا الظرف بالتأكيد وصل إلى كبار الصحفيين والإعلاميين، حتى من هم ليسوا أعضاء عاملين بالنادي مثل حالتي. لا دهشة ولا عجب ولا غرابة، لأنه شئنا أم أبينا اختلف هوانا وانتمائنا، فهو النادي الأهلي. عندما يتصرف مجلس إدارة النادي الأهلي بكل هذا الحماس والرغبة والإخلاص زي ما أنت سميته، شوف، في إنجاز مشروع مهم يلقى تقدير الجميع بما فيه لا حيلة في الحب. لا حيلة في الحب. الحب ده بيداهم، يعني أنا بحب الأهلي، أنت بتحب الزمالك، أنت بتحب أولادك، أنت بتحب زوجتك، أنت بتحب، يعني هذا الحب مش في إيدنا، ده ربنا بيزرعه جوانا، بنجد الحالة دي بتلتبسنا، ولكن الاحترام هو اللي في إيدنا. أيوه. وهو الذي ينتزع الحقيقة في الوقت المناسب حتى من هم مختلفين معانا في الهوى. الأستاذ محمد سيف قبل كده قال أنا مش زملكاوي لكن أدافع في موضوع السوبر كده عن حق الإسماعيلي وحق المصري وخلافه. هو النهارده بيتكلم إن هو وجد شيء انتزعه، يعني هو يحترم الأهلي، ولكن مثل هذه الأفعال هي اللي بتكرس وبتغذي أشعور بالاحترام تجاه مؤسسة زي النادي الأهلي. شايفين حضراتكم دي اللقطات من بداية اجتماع الكابتن محمود الخطيب مع أعضاء النادي النهاردة في الجزيرة، حشد كبير من الأعضاء. كابتن محمود الخطيب بيستقبل أعضاء المجلس الواحد تلو الآخر، وموجود معاه المستشار محمود فهمي المستشار القانوني لمجلس الإدارة، وهنبقى طبعا على تواصل مع مندوب القناة في اللقاء النهاردة عشان نعرف أجواء وإيه وأهم ما دار فيه. لكنه اللقاء الصباحي كان في اللجنة الأولمبية كان مهم جدا يا باشمهندس، لأنه القانون 71 لسنة 2017 قانون الهيئات الرياضية نقل التبعية الرياضية أو المسؤولية من التبعية الحكومية للتبعية الأولمبية، أصبح دور وزارة الشباب والرياضة في الإشراف على الأندية والاتحادات غير موجود إلا ما يتعلق بمتابعة النواحي المالية وسلامة الإجراءات، ثم نقل التبعية المكاملة للجنة الأولمبية، هي اللي هي اللي بتشرف على الانتخابات، هي اللي بتدير العمليات، هي اللي عندها حتى سلطة التدخل في أي شيء يخص الأندية والاتحادات سواء. فكون ان يتعرض عليها مشروع اللائحه النهارده وتصريحات مهمه للمهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه حول هذه الزياره وتقديره للنادي الاهلي وقيمه مجلس ادارته في انه يعرض النموذج بهذا الشكل المتكامل. مؤكد انك بتسعى الى التواصل مع كل من المؤسسات ذات الصله والمعنيه والرقابيه والسياديه، وانت بتعمل لائحتك يبقى هذا كلام معناه انك انت مش عايز تعمل حاجة ممكن تطلع تخالف صحيح القانون او تتعارض مع لائحة من لوائح الجهة المسؤولة عنك. هذه الزيارة بتضع كثير من النقاط على الحروف. اي يمكن من ثمارها شيء احنا كنا نتمنى ان يتواجد وكنا فرحانين بيه قوي، الاقتراح بتاع المجمع الانتخابي اللي هو يجي المجلس الانتخابي، المجلس الانتخابي، مجلس مجمع مش مشكلة، فكرة المجلس الانتخابي ان هو يجي هو بيدير الانتخاب وان النادي بيسلمه النادي قبليها، اتضح ان القانون ما بيقولش كده، لان اللي بيشرف على الانتخابات هو اللجنة الأولمبية، وهي اللي بتحدد مين اللي يترشح ومين لا، هي اللي بتراقب سلامة الإجراءات. مش بس اللي ترشح مين، ما هدي ده أحد التفصيلات، أنا مش عايزة نختزلها في تفصيلة، هي اللي بتراقب العملية الانتخابية وسلامتها من أول تنقيط كشوف المرشحين وتنقيط كشوف الناخبين الى الاجراءات نفسها. انما قد لا يمنع هذا ان يبقى في ادوات مساعده في النهايه، ممكن المجلس بقى تبقى بقرار من المجلس يتعمل ازرع مساعده في العمليه الانتخابيه. ودي اهميه التواصل مع الجهات المسؤوله، انك انت ما تاخدش قرار وتعمل طرح وبعدين يقول لك ده يخالف ال وده اللي كانت أزمة الطرح السابق مع اللجنة الأولمبية ولائحة النادي الأهلي، إن ما كانش في اتفاق
على الموقف القانوني للمشروع اللائحة. هنا الأهلي يتفادى بهذا مثلا نقطة مهمة جدا وأنا كان محيران ونسأل فيها، هو مسألة إن العضو المقر الفرعي أو الفرع المقر الأصلي أو سميه زي ما تسميه، لكن إن هو يبقى العضو اللي دخل بتخفيض ياخد نفس امتيازات العضو اللي دافع بالكامل عضو الفرع. يعني هل من حق عضو مدينة الشيخ زايد النهاردة اللي هي الأزمة تقريبا مكرسة هتغيد في مجملها في الشيخ زايد ليه يحرم اللي ما دفعش كامل القيمة من الانتخابات؟ قلبك هيقول لك لا، ما يخشوا ينتخبوا ويترشحوا كلهم عائلة الأهلي، جزء من عائلة الأهلي، ولكن القانون هنا هل يتفق معاه هذا البند ولا لا؟ مثل هذه الظاهرات هي اللي بتضع النقاط على الحروف، لو القانون بيسمح يبقى ده شأن داخلي ونبقى نبحثه، طب القانون ما بيسمحش يبقى هنبحثه ليه؟ صحيح. عشان كده أنا أعتقد حتى التواصل ما بين الأهلي واللجنة الأولمبية هيستمر، والمفترض إنه في لقاء آخر يوم الأحد اللي جاي إن شاء الله علشان يتم عرض النموذج النهائي للائحة بعد طباعتها وبعد الاستماع إلى كل الآراء. النهاردة الاجتماعات أو اللقاءات المفتوحة اللي بتتم، بكرة أيضا الساعة 2 الظهر في لقاء للإعلاميين والصحفيين من أعضاء النادي الأهلي مع أعضاء اللجنة المركزية أيضا لإبداء الرأي حوالين هذه اللائحة. اللجنة المختصة بتستقبل كل الملاحظات وبتبدأ تعيد الشكل النهائي في صيغته اللي المفترض بإذن الله يوم 9 يظهر الشكل الأخير، يوم الحد إن شاء الله هيتم عرضه على اللجنة الأولمبية عشان تقر الرأي الأخير منها قبل الاستفتاء عليه يوم 28 إن شاء الله. ده وطبعا خطوة رائعة. الفنانين بعدين الإعلاميين بعدين في المرأة وفي الرياضيين وفي المرأة وفي الرياضيين وفي ولكن هذه ليست معناها ان كل واحد جاي يحط لنفسه بنود في اللائحة تخصه، لان لكن هي بتيجي عشان تنبه الى ان ممكن يحصل اضافة تضيف الى القيمة. يعني من ضمن مثلا اقتراح بسيط جدا في اللجنة مع الفنانين، تم وضع اقتراح ليه ما يبقاش فيه نشاط زي زمان بيبقى منصوص عليه في اللائحة نشاط ثقافي فني فني، ممكن تعمل خلاله نادي سينما، تعمل مسرح، تعمل، وده كان موجود في النادي الأهلي زمان. مثل هذه الاجتماعات وهذه المتخش في التفريعات وفي الشرايين قوي المتخصصين قوي كل فئة، يبقى ما نسيناش حد، ما نسيناش في اللائحة نشاط كان يمكن إضافته في اللائحة ويوضع في اللائحة عشان يبقى ملزم لكل المجالس، انها ما تبقاش حاجة مزاجية، ان هو لا، هو نادي ثقافي اجتماعي فني كده زي ما ينبغي ان يكون واللي نشأ عليه النادي الأهلي. خطوة مهمة جدا. الزملاء الإعلاميين بقى وهم طبعا دول لما هيجوا هيشوفوا اللائحة وهيتكلموا هيقولوا، فطبعا مؤكد هيبقى لهم بعض الآراء لأن النظرة الإعلامية بتختلف برضو. صحيح. فأهلا بيهم بكرة وإلى اللقاء إن شاء الله. النهاردة اللقاء انتهى منذ قليل، هنشوف دلوقتي جانب من كلمة الكابتن محمود الخطيب لأعضاء النادي. كمان بقى أنت تكلمت على لقاء اللجنة الأولمبية. ده يروح الصبح اللجنة الأولمبية ويطلع على الجزيرة يعمل لقاء مع الأعضاء، وبكرة مش عارف هيكون فين وبعد بكرة فين، في الجزيرة بكرة مدينة نصر والسبت الشيخ زايد مجهود. وهنا اللي يحيى يا جماعة هو ده قيمة الحوار المجتمعي في انه ازاي نقدر نفعل اشعار المواطن انه هو اللي بيضع قانونه بنفسه، القانون اللي هيحكمك كعضو في النادي، الدستور اللي هيلزمك واللي بينظم حقوقك واللي بينظم ويحدد التزاماتك ايه، انت اللي بتحطه، انت كعضو اللي بتساهم فيه، انت مش بس هتروح تستفتي عليه تقول موافق او مش موافق، لا، ده انت من الاول انت اللي بتشارك في صياغته، انت اللي بتحدد مواده، انت اللي بتعترض على بنوده، انت اللي بتقترح ايه اللي يكون موجود وايه اللي ما يكونش موجود. احنا هنا فاكرين في بدايه مناقشتنا لمشروع اللائحه يا باشمهندس
كان من ضمن الحاجات اللي احنا حتى صار حوار بيننا هو مين اللي يعدل اللائحه. طب انت الجمعيه العموميه اقرتها واشتغلت بيها، مين اللي ليه حق التعديل؟ كان النص اللي موجود في المشروع الاول انه مجلس الاداره بيدعو لجمعيه عموميه غير عاديه اذا ما اكتملش النصاب في المره الاولانيه، تقريبا كان قوامه 10، في المره الثانيه بيقول بيبقى 5000، لو ما اكتملش كان النص انه لمجلس الاداره اتخاذ ما يراه. وانا ساعتها ناقشت المهندس عدلي وقلت له انا معترض على انه يبقى من حق مجلس الاداره انه يغير بند حطته الجمعيه العموميه. المفترض اي تعديل في الدستور نرجع لاصحاب الشأن نفسهم اللي هم الاعضاء. تمت الاستجابه بالفعل في التعديلات اللي تمت انه لو لم يكتمل النصاب القانوني في المره الثانيه فده معناه رفض الجمعيه العموميه لاجراء التعديل. لا. فيعرض على الجمعيه العموميه العاديه. لا مش معناه الرفض، بلاش نحط التفسير. ده معناه اللي موجود ده يا حبيبي مش كويس، مش معناه الرفض. انا مش متفق مع هذا. معناه ان الناس كسلت تروح. لان هي ما راحتش عشان ترفض ولا تقبل. الرفض والقبول لما الناس تتواجد، لكن معناه ان ما اجتمعتش الجمعيه. انت كنت عايز ان مجلس الاداره ما ينفردش بقى ساعتها بالقرار، وقد تحقق ان لا نعرض على الجمعيه العموميه. أيوة. العاديه اللي بعديها. وده كان الحل اللي وصلت له انا وانت ساعتها بالظبط. ان ممكن يعرض على اقرب جمعيه عموميه عاديه قادمه، وده لصالح، لكن ما ينفعش يتقال ان ده معناه الرفض. اصل معناه الرفض اذا رفض الميزانيه، لا، اذا ما اجتمعش الرفض يعني رفض ان الناس جت وقالت رايها، انما الناس كسلت انها تيجي لسبب او لاخر. احنا مش بنتكلم على اللحظات اللي احنا فيها، احنا بنتكلم في ما هو ات ومستقبلي سنين. احنا بنتكلم على لائحه هتبقى هي الدستور الالي قابله للتعديل، بس هو ده للسنين القادمه. هذا كلام يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي فيها ديبيت برضو الاقتراح اللائحه دي بتقول 8 سنين والمجلس مصر عليها وكابتن خطيب مصر عليها، وكثير من الاقتراحات بتقول ليه نكرر التجربه الماضيه ان نبص لنا نفسنا تفريغ بنفرغ النادي من مجلس اكتسب الخبرات. هل ليها تعديل؟ ممكن ليها تعديل ان الا اذا كان على مناصب تصعيد، ما تتشالش ككل الثمان سنين، لكن ممكن يبقى لها تعديل. طيب كان من ضمن التعديلات لانه اللي تقدم للمجلس او للجنه المختصه من تعديلات من الاعضاء بلغ 1417 مقترح. 1417 مقترح من الاعضاء بشان مواد وبنود في اللائحه. تم الاستجابه للكثير منها خاصه النقاط اللي تم الاتفاق عليها بنسبه كبيره. نوضح دي انه في 1417 واحد تفاعل متفاعل، يبقى 1717 متفاعل قدموا مقترحات. قد في مقترحات متكرره قد يقدم كلهم ممكن بيكلموا في 20 30 ملاحظه، فهم بياخدوا الاغلبيه. عايزه ايه؟ لان برضه ما هو ده نوع من الاستفتاء بقى. ايوه، على اي اساس هتاخد فكره فلان وما تاخدش فلان؟ ممكن ممكن يجي 1000 واحد يقولوا فكره بس لا تتسق مع القانون يبقى ترفض. بالظبط. طيب الاغلبيه عايزه ايه في 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 التعديل؟ التعديل اللي اتفق عليه الاغلبيه هو اللي هيتحط. تم الاتفاق على عدد كبير من المقترحات في المدن اللي اتعدلت. بند الثمان سنوات لاقى اختلاف في الراي. مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب كان حريص ان هو يضعه فيما يخص الثمان سنين. غالبيه المقترحات اللي اتقدمت كانت منحازه لحته لا، ما فيش حجر على العضو في ان هو يختار من يمثله، وبالتالي شافت الاغلبيه في هذا السياق انه وضع الثمان سنين في نوع من سلب اراده الاعضاء. من حق العضو يختار من شاء وما يبقاش موجود الثمان سنين لا للرئيس ولا للاعضاء، وتركت بدون الثمان سنين. نشوف انا ممكن اوصل لحل توفيقي في هذا الامر. يبقى الثمان سنين على المركز. يعني العضو من حقه يبقى امين صندوق، يعني عضو قضى 8 سنين، عايز يترشح يروح بقى على احد المراكز اللي فيها ترقي، يبقى خد طلع بخبرته. واخد بالك؟ يبقى في تعديل. هو يعني اصل احنا لو قلنا اللي بيناصر الثمان سنين فلسفته ايه؟ ان الهدف منها ايه؟ ان المجلس الموجود دائما بيبقى اقوى من اللي بره، فتملي الاوراق بتبقى في ايده.
كويس. مش معنى كده انه بيزور او بيعمل، لكن بيبقى صاحب تاثير وصاحب علاقات وفي ناس معتمده عليه عايزاه يستمر. كويس. واخد بالك؟ فهذا الكلام ممكن يقعد واحد اربع فترات. برضه بيحجب خبرات تانية ما حدش شافها. كويس. ممكن تبقى اكثر فايده واكثر شبابا، ولذلك انا بقول لك ايه؟ التعديل المنطقي ما فرحش المجلس كله بقى من بعضه، لكن اقول ايه؟ ما هو انت في الاخر الطب بتاع المجلس ايه؟ رئيس النادي. رئيس النادي قضى 8 سنين. المفروض ان يكون في النوادي المستقره عمل كل اللي هو عايزه، او ابتدى مشاريع. لما تقول ايه من حق النائب بقى انه يترشح يبقى رئيس، ومن حق امين الصندوق يبقى نائب رئيس او يبقى رئيس او العضو يبقى رئيس او العضو يبقى رئيس، المهم ايه؟ ما ينزلش على نفس المنصب الذي بقي. ومن حق الرئيس لو عايز ينزل بعد كده في اي منصب هو حر، ولو انها مستبعده يعني. بس انا بتكلم في الفرض النظري الجدلي، ولما بنتكلم نتكلم لقدام. كده كده الكابتن الخطيب مصر ان هو يستمر البند ده 8 سنوات، وعلى فكره من غير بند 8 سنوات الكابتن صالح طبقه على نفسه. في المرحله الاولى من 80 ل 88 وخلاص، وما كانش في حاجه تحول دون ترشحه. لكن هو لما اكتشف ان التجربه دي لم تسفر عن نجاح وعرضت النادي للخطر، مش عرضت، سحبت الثقه. لا يعني مش عرضت النادي، مش ضروري عشان ما بقاش بحكم على 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 تجربه على على حد. ولكن اللي حصل ان الوضع طرحت الثقه من المجلس باغلبيه تلتين، ودي نادرا ما تكتمل بالاغلبيه دي، فاضطر يرجع. ما تمسكش ليه بعد كده؟ لان خلاص بقى انا جربت ولم تنجح، فقعدت 8 سنين ونزلت الدوره الثالثه ووفاته المنيه. ايوه. فانا اللي عايز اقوله هنا، ما لا يدرك كله لا يترك كله. ما احجرش على الناس. طب ما هو العضو اللي نفسه يبقى مين، صندوق ولا رئيس نادي؟ يعاقب ليه بعد ما اكتسب كل هذه الخبرات؟ ما يترشح. والجمعيه العموميه هنا اللي تقول بالظبط هو الترقي ده يصلح ولا يصلح. ما انت في واحد يقول لك انت ما تنفعش غير راجل تاني، وقد يكون هذا حقيقي. واحد يقول الله انت كأمين صندوق مش معناه انك ممكن تبقى رئيس نادي، لكن هذا لا يمنعني ان اترشح، واذا كانت الجمعيه شايفاني انفع ابقى رئيس نادي ما ابقى رئيس نادي. فانا مع ان التعديل يبقى بالشكل ده. ارجو ان لو حد سمع صوتنا او نكتبه حاضر هذا الاقتراح، واحنا تقدر تعلنه بكره ان شاء الله في الاقاله الاعلاميه. طب نشوف جانب من كلمه الكابتن محمود الخطيب في بدايه لقاء اليوم مع اعضاء النادي في مقر الاهلي بالجزيره. النهارده موضوع مهم جدا جدا، عشان كده انا بس في البدايه بحب اشكر واحب كل الساده الحضور ان انتم اديتونا من وقتكم وجيتوا النهارده عشان تناقشوا شيء مهم جدا، وهو مستقبل النادي الاهلي. الحقيقه يمكن هي دي عظمه النادي الاهلي، وهي دي الجمعيه العموميه لاكبر نادي في الشرق الاوسط، الجمعيه العموميه رقم واحد. لما يكون الناس بهذا الشكل وكلهم يعني عندهم من الاقتناع انهم يناقشوا بنود لمستقبل ناديهم، هي دي عظمه النادي الاهلي. فانا بشكركم جدا، بشكر كل الساده الحضور جدا 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 يعني بالنيابه عن زمايلي في واعضاء مجلس اداره. كمان عاوز اشكر لجنه الاعداد او اعداد اللائحه برئاسة رجل عظيم الحقيقة اللي هو المستشار محمود فهمي حاضر معانا. وعايز أقول حاجة مهمة جدا في الحتة دي، إن أنا كنت في البداية طبعا الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي، وكان الأستاذ عمري فاروق كان يعني المفروض إن هو نائب رئيس النادي برئيس اللجنة. لما عرف إن المستشار محمود فهمي رئيس اللجنة قال ما ينفعش، لازم يبقى هو رئيس اللجنة. هي دي برضو الحاجات اللي من عظمة النادي. أعضاء مجلس إدارة كمان كانوا مشتركين في اللجنة دي، الأستاذ العمري، الأستاذ الكفراوي، الأستاذ طارق أنديل، الأستاذ محمد الجرحي، بنيابة عن أعضاء مجلس إدارة. في أربعة من مجلس إدارة كانوا مشتركين، وده برضو شيء عشان في النهاية احنا بيتعرض الكلام ده كله على مجلس إدارة، ومجلس إدارة بياخد القرار النهائي في هذا الموضوع.
برضو معاهم كان في دكتور سعد شلبي، وبرضو احب ان انا اتوجه له بالشكر، لان الراجل قام بدور كبير جدا مع الاداره التنفيذيه، مع الاستاذ محمد فتحي، مع المستشار اسامه انديل، مع الاستاذ علاء انديل، كل الناس اللي هم حطوا ايديهم واشتغلوا بجد في لجنه اعداد اللائحه. لكن عايز اسمحوا لي ارجع تاني للمستشار محمود فهمي. المستشار محمود فهمي ربنا يديله الصحه، بدايه ارتباطه بالنادي الاهلي سنه 43، ربنا يا رب يديله الصحه دايما يا رب. الاستاذ محمود فهمي الحقيقه يعني كان عضو مجلس اداره سابق، وكان رئيس النادي في فتره انتقاليه، غير طبعا مجلس الدوله، غير حبه وانتمائه للنادي الاهلي بالشكل اللي لما نديله حاجه زي كده يكون حريص جدا جدا، واحنا كنا مؤمنين جدا انه يكون حريص كل الحرص يطلع احسن حاجه ممكن. كمان يمكن هو يمكن رفيق درب مع الراحل العظيم كابتن صالح سليم، هو كان رفيق الدرب بتاعه من فتره زمنيه طويله يعني. كمان عايز اشكر كل المنظمين لهذا العمل، الاداره التنفيذيه، الشباب، ولاد النادي. الشباب ولاد النادي شفت النهارده منظومه الحقيقه خلتني ابقى فخور جدا جدا ان انا واحد من ابناء النادي الاهلي، وفخور جدا جدا بكل الشباب اللي موجود، لان الشباب ده النهارده بيشتغلوا الحقيقه يعني في الكشاك اللي اتعملت علشان نتلقى اقتراحات الناس من 10 الصبح لغايه الساعه مثلا 11 بالليل، واقفين على رجليهم حر مش حر، واقفين عشان يادوا خدمه لناديهم بدون مقابل، محدش فيهم طلب مليم واحد. هو ده يا جماعه، هي دي النادي الاهلي، هم دولت الناس اللي يستحقوا فعلا او يتقال على في الاخر الاهلي ده، الاهلي ده عظيم ليه؟ ليه النادي الاهلي عظيم؟ استمر اللقاء بعد كده، بعد كلمه الكابتن الخطيب فتح الحوار مع الاعضاء، ناس كتيره اتكلمت، كل واحد قال رايه، واللجنه بتسجل طبعا انطباعات الاعضاء، والناس اتشرحت لها وجهات النظر في بعض المواد اللي الناس كانت بتستفسر عليها. ونفس اللقاء هتلاقوه بكره ان شاء الله مع اعضاء النادي في مدينه نصر، ويوم السبت هيكون مع اعضاء النادي في الشيخ زايد. اتفضل. دائما سوف تلمس في كل لقاءات النادي الاهلي واحتفالياته ومؤتمراته هذا الرقي، هذا النظام، هذا الالتزام، هذه الروح. لما يتقال ان العمري فاروق ما احتفظنا ما قالكش انا بقى الرئيس مكتب التنفيذي الوزير السابق، انا لا، الرجل يستحق ان لما يتواجد في مكان كلنا نقوم نقف. المستشار محمود فهمي قال لك ما ينفعش بقى رئيس لجنة وده موجود مثل هذا الكيان او هذه القيمة هي دي تقاليد الاهلي. اثار بقى الاثار، انكار الذات، الاهلي فوق الجميع. ايوه واخد بالك، الشباب بيشتغل ومش عايز فلوس. فرحان ان هو اتكلم بمهمه. طب الشباب اللي عمل دي طلع مكسب ايه؟ طلع انه خد خبرات. صحيح. قدم نفسه، اقدر اشيل مسؤوليه ولا لا؟ يوم ما تحتاج سكرتير لعبه هتاخده من دول، يوم ما تحتاج اداري يبقى هو ده رئيس لجنه. رئيس، ثم بعضهم قد يتميز انه يرقى انه يعمل شعبيه وعلاقات يبقى عضو مجلس اداره وهكذا. فبتوصل بكوادر مستويه. ايوه. على اسس نقيه. ايوه. على تقاليد راسخه. في هدوء دون شغب ودون منافسة تؤدي إلى خصام. هذا الوقار يليق بالنادي الأهلي. طيب، من مقر في النادي معنا على الهاتف الزميل كريم أحمد. هنشوف كريم أحمد وهو موجود في مؤتمر الخطيب مع أعضاء النادي. كريم أحمد مع بعض الأعضاء، نشوف هذا البث المباشر من مقر النادي.
مستمرين معاك كل مشاهدي متابعي قناه الاهلي في كل مكان، تحياتي ليك طبعا باشمهندس عادل القيعي، الاستاذ ابراهيم المنيسي، كل جمهور النادي الاهلي، عائله النادي الاهلي النهارده كانت مجتمعه كالعاده هنا في مقر النادي الاهلي بالجزيره، المقترحات وكل الرموز كانوا متواجدين، وزي ما تابعنا طبعا اللقاء كان رائع واكثر من رائع. النهارده كمان بينضم لي العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، مجهود رائع ومجهود موفق زي ما قلنا، اللجنه المركزيه، لجنه الصياغه، كل الرموز الكره المصريه، ورش كتير جدا بتبذل للخروج بالشكل الامثل للائحه النادي الاهلي. حابب تقول النهارده على اليوم وعلى التجمع الكبير وعلى كلمات الكابتن محمود الخطيب النهارده يا محمد بيه؟ طبعا انا ما اقدرش اقول غير حاجه واحده بس، دايما احنا بنراهن على جماهير عموميه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، ودايما هم بيفاجئونا باللي احنا يعني اقول لك لو احنا متوقعين، لا احنا بيفاجئونا بالاكتر من اللي احنا متوقعينه. النهارده يمكن دي اخر مرحله في خريطه الطريق بتاعتنا اللي اللجنه المركزيه اقرتها برئاسه الكابتن الخطيب، ازاي نحصل على المقترحات لكل اعضاء الجمعيه العموميه، ازاي يحسوا اللي هو شارك ان شاء الله لو بحرف، ازاي تبقى شاركت، ده تاريخ اللي بيحصل النهارده، هيبقى تاريخ النادي الاهلي، وخصوصا النادي الاهلي اول من نادى بتطبيق الميثاق الاولمبي، اول من نادى بعدم التدخل الحكومي، اول من نادى اللي جمعيه الحقوق العموميه هي صاحبه الحق الاصيل، الكلام ده كان من 2006. النهارده بنتكلم في 2018، لائحه النادي الاهلي هي اللي هتفضل مستمره معانا الفتره اللي جايه ان شاء الله. يمكن كان في لائحه مجلس اداره كابتن حسن حمدي، دي اول لائحه فعلا كانت للنادي الاهلي عشان خاطر تقر حق الجمعيه العموميه في تحديد مصيرها او تقرير مصيرها، ولكن رفضت من الجهه الاداريه. المجلس السابق اجتهد وعمل لائحه في 2017 نفس القصه رفضت. النهارده كان المجلس الاداره برئاسه كابتن محمد خطيب كان وعد اعضاء الجمعيه العموميه اللي في خلال سنه هيكون في لائحه النظام الاساسي. من اول يوم طبعا زي ما سمعنا كابتن محمود النهارده كلف المستشار محمود فهمي برئاسه اللجنه، والشكر جزيل الشكر طبعا لسياده النائب الوزير العام فاروق، اللي هو لان محمود مسموح في قيمه وقامه طبعا، هو انكر انكار هو ده النادي الاهلي اللي احنا اتربينا عليه، وهو اراد المستشار محمود فهمي هو يبقى رئيس اللجنه الفعلي وهو يبقى عضو في اللجنه، ودي حاجه تقدر، وهو ده النادي الاهلي اللي احنا بنقول عليه، وهي دي مبادئ النادي الاهلي. والزملاء في مجلس الاداره كلهم، الاستاذ طارق انديل، الاستاذ ريم القفراوي، الاستاذ محمد جمال الجرحي، قدروا اللي هم يعملوا او يوصلوا المشروع اللي احنا شايفينه النهارده. المشروع دوت رئيس اللجنه المركزيه كابتن محمود خطيب ورئيس مجلس اداره النادي الاهلي كان اختار مصطلح جميل جدا، مصطلح عائله الاهلي. مصطلح عائله الاهلي هو بيحب ينفذه او عايز يعني يتنفذ بمفهومه الصحيح لهذا المصطلح، يعني ايه الناس كلها تشارك. النادي الاهلي نادي كبير، كلنا تحت مظله واحده، كلنا اسمنا النادي الاهلي، مفيش حاجه اسمها مدينه نصر، جزيره، الشيخ زايد، كلنا اعضاء النادي الاهلي، كلنا جمهور النادي الاهلي، مفيش حد هيقدر يفرق النادي الاهلي، مفيش حد هيقدر يفرق بين حد والتاني، لان احنا كلنا فعلا النادي الاهلي، لنا حقوق، لنا واجبات، كلنا ملتزمين بيها. هو ده اللي احنا بنكره النهارده. يمكن احنا النهارده لجنه مركزيه اتخذت قرار اللي هي يبقى فيه ميل لطرح المقترحات على الميل، دي تبقى اول وسيله تواصل، لان كنا في ساعتها اجازه العيد وكابتن محمود ملتزم بوقت معين. الميل ده فوجئنا فيه في اجازه العيد ب 102 مقترح، ال 102 مقترح دول على الفور كابتن محمود اجتمع باللجنه المركزيه، اخذنا لقينا زي ما هو قال 75% او 80% كانت على مواد معينه بعينها، على طول احنا اخذنا قرار بتعديلها. يمكن الموضوع دوت كان هو ده شراره الانطلاق اللي الناس فعلا حست بمصداقيه، الناس فعلا حست ان الناس هتتفاعل. النهارده انت وصلت 1416. 1416 اقتراح من اجمالي الاعضاء الجمعيه العموميه، ده في حد ذاته جميل جدا. طيب هنعمل ازاي تاني؟ ازاي نوصل المقترح، نوصل لمقترحات الاعضاء؟ ازاي يبقى في يعني حراك؟ وازاي الناس فعلا تحس ان هي شاركت؟ عملنا المنافذ اللي موجوده اللي دارتها شباب النادي الاهلي واولاد النادي الاهلي، هم فعلا دول الشعلة الحقيقيه، دول اللي هيستلموا مكاننا، دول هم اللي هيبقوا هم اللي هيديروا النادي الاهلي الفتره اللي جايه. قدروها الحمد لله رب العالمين بحكمه كويسه جدا جدا، رغم الحر ورغم ورغم ورغم، برضو خلي بالك اللي فيه اعضاء جمعيه عموميه زي ما انت شفت النهارده في الحوار، هتلاقي فيه دايما واحد جاي فيه هجوم شويه. العمليه ابسط من البساطه، احنا عندنا منتهى الشفافيه، مفيش حاجه بنخاف منها الحمد لله رب العالمين. بنطلع بنعلن في الوقت المناسب، يمكن الناس بتبقى مستعجله شويه، والوقت المناسب مش عشان حاجه، المسؤوليه بتحتم عليك، اللي هناك قرارات كثيره لازم بتيجي فيها على نفسك للصالح العام، وده لو اي حد موجود في مكانك هيعمل كده. الحمد لله عملنا ده ونجح، وصلنا فيه ل 840 اقتراح او 850 اقتراح. طب اخر حاجه في خريطه الطريق هي ايه؟ ازاي النهارده يبقى في تواصل حقيقي، وهي الزملاء قالوا ندوات، زملاء قالوا ورش عمل، قلنا لا هي مش ندوات ولا ورش عمل، هي لقاء رئيس النادي الاهلي اللي هو
حاضر خلاص. استقبال المقترحات اللي حصلت النهارده دي هي دي اللي النهارده عندي لغايه يوم 9/9 يبقى اخر يوم. طيب النهارده احنا مفيش باب لم نتركه او هيئه مسؤوله عن الرياضه في مصر سواء الجهه الاداريه وزاره الشباب والرياضه واخيرا اللجنه الاولمبيه. واحنا النهارده فعلا كانت اخر زياره لينا، رحنا اللجنه الاولمبيه في ورشه عمل كانت على مستوى راقي جدا، مستوى عالي جدا برئاسه المهندس هشام حطب. الحمد لله تبعيت هذه الزياره اللي هيبقى فيه زياره نهائيه من اللجنه الاولمبيه في مقر النادي الاهلي في الجزيره في ورشه عمل نهائيه مع لجنه الصياغه برئاسه المستشار محمود فهمي وعضويه معالي الوزير مجدي العجاتي الرجل الفاضل رئيس مجلس النواب وزير مجلس النواب الاسبق. فكل الكلام دوت انت بتتكلم فيه، بتتكلم في النادي الاهلي، كل الناس هتشارك، كل الناس هتقول رايها زي ما معالي المستشار اسامه قنديل قال. ان شاء الله باذن الله في لائحه هترضي كل الاطراف، مش هنقدر نقول 100% المولى عز وجل في اختلاف عليه، ولكن احنا نقول هنقدر نرضي الاغلبيه والغالبيه العظمى، ولكن هيبقى الرهان الاخير هو يوم 28 اللي احنا بنقول عايزين نعمل فيه رقم وسكور عالمي جديد ان شاء الله باذن الله في النادي الاهلي برضه دايما بيفاجئ، نعدي ال 40,000 ان شاء الله باذن الله. شكرا شكرا. مستمرين معاك يا باشمهندس عدلي الاستاذ ابراهيم المنيسي، وزي ما شفنا طبعا العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي بينضم لي كمان احد القامات الكبيره داخل النادي الاهلي الاستاذ خالد الرندالي امين الصندوق عضو مجلس الاداره. بنحييكم على المجهود الكبير كمجلس اداره، بنحيي كمان اعضاء النادي الاهلي على التواصل المستمر، مجهود كبير بيبذل لوضع دستور النادي الاهلي. انا بقول عليه دستور لان ده فعلا الدستور اللي هيمشي عليه الفتره اللي جايه. حابب تقولي على اليوم المميز، الحضور المميز لاعضاء النادي الاهلي خالد بيه؟ انا بس حابب الاول بقول الحمد لله ان احنا اللي بنوعد بيه بننفذه. احنا وعدنا ان هيبقى في برنامج، البرنامج بيتنفذ، وعدنا بان في لائحه تتعمل بمشاركه الاعضاء، وعدنا بان مشاركه الاعضاء هتكون فعاله. اي اقتراح مقنع ومتوافق مع القوانين واللوائح بيؤخذ في الاعتبار وبتعدل اللائحه طبقا لهذا المقترح. كل ده تم والاعضاء لمست كده، والاعضاء حضرت النهارده وشافت، والحاجات اللي هي اتطلبت وكانت اتعرضت على اللجنه المركزيه اتعدلت. فطبعا ده عامل صدى كويس وعامل مردود كويس قوي ما بين اعضاء النادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه، وده عمل مصداقيه لمجلس الاداره وعمل شفافيه. وفي نفس الوقت بقول ان الحضور بتاع النهارده ولسه بكره في مدينه نصر وبعد بكره ان شاء الله في الشيخ زايد، الناس ابتدت تيجي، الناس ابتدت تقتنع بان احنا بنقول حاجه بننفذها. هيبقى في كثافه ان شاء الله في الحضور يوم 28 عن اقتناع وعن حب النادي الاهلي وعن دور لازم الجمعيه العموميه تقوم بيه، وده اللي احنا متوقعينه ومتعودين عليه في جمعيه عموميه النادي الاهلي. عايز زي ما وجهنا تحيه لمجلس الاداره، عايزين نوجه طبعا للجنه الصياغه اللي فيها القامات الكبيره جدا سواء المستشار مجدي العجاتي، المستشار محمود فهمي، كمان الرموز الفنانين الرياضيين، دكتور فريق الوعد طبعا يمكن هو التوب على هذا الامر طبعا، لكن الكل شارك. ودي الحاجه اللي بنلمسها ان مجلس اداره النادي الاهلي اشرك كل الرموز وكل الرياضيين وكل الاعضاء، لان في الاخر هي اعضاء النادي الاهلي خالد بيه. احنا عملنا كمان حاجه، يعني عملنا ان اعضاء مجلس الاداره السابقين كلهم اليوم خبرات ولهم كل واحد مر عليه حاله، كل واحد مر عليه حاجه مختلفه عن الثاني، بيبقى عنده خبره، بيبقى عنده مساحه من التفكير اكثر من اي حد ثاني. بعتنا لهم وحضروا وجم ورش عمل وادوا مقترحات، فيعني دي حاجه الحقيقه اول مره تحصل، وحاجه واتعملت بحاجه بطريقه بحرفيه، اتبعتت زي ما حضرتك شايف ان دي مطروحه للمناقشه اللائحه، اتعمل ورش عمل، اتعمل اكشاك في كل فرع من فروع النادي عشان ترشد الناس والاعضاء وتفهمهم اللي عايز يقدم مقترح يعمل ايه، اللي عايز يحضر ورشه عمل يعمل ايه، اللي عايز يحضر ندوه يعمل ايه. اتعمل استضافه في قناه الاهلي لبعض اعضاء الجمعيه العموميه المؤثرين وكل واحد قال رايه. فالحمد لله العمليه منظومه، يعني مشيت بطريقه محترمه بحرفيه، مردودها كويس جدا، وهيبان ان شاء الله ده يوم 28 باذن الله. انا باخد رساله من الاستاذ خالد الرندلي لعائله النادي الاهلي، اعضاء النادي الاهلي، ممكن نقول ايه بعد اللقاء المميز والرائع النهارده ده خالد بيه؟ احنا بنتمنى ان الجمعية العمومية زي ما كانت في الانتخابات وضربت رقم قياسي، احنا عايزين نضرب رقم قياسي. النادي الاهلي هو دايما صاحب الريادة في بين كل الاندية، فعايزين رقم الجمعية العمومية بتاعة اللائحة يكون رقم برضو ما حصلش قبل كده ان شاء الله. الف شكر.
كل الشكر والتقدير لاعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، سواء العميد محمد مرجان، الاستاذ خالد الدرندلي، وكمان هينضم لي في خلال لحظات الاستاذ ابراهيم الكفراوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. ابراهيم بي طبعا برحب بيك في البدايه، وموفقين زي ما بنقول، مجهود رائع ومجهود مكثف بقالنا شهور كثيره جدا. هدفنا هو وضع دستور النادي الاهلي والمشروع حتى هذه اللحظه، لكن ان شاء الله يكون دستور النادي الاهلي. حابب تقولي على اليوم الرائع والمميز والحضور المكثف جدا لاعضاء الجمعيه العموميه النهارده. اهلا وسهلا بحضرتك. اولا ده لايف مع كابتن عدلي واستاذ ابراهيم المنيسي، برسم ليهم تحياتي وبشكرهم، وقدمهم الله دايما سيف ودرع للنادي الاهلي، وباحثين ومدافعين عن حق النادي الاهلي، والحمد لله مجهودهم بيأتي ثماره. ندخل في الموضوع المهم، بشكر الجمعيه العموميه، حاجه مفخره، حاجه غير متوقعه. النهارده لما نتسال في جلسه زي دي فوق عن 45 سؤال، الناس جايه قاريه، الناس جايه بتراجع معاك ماده ماده، بتقول لك الماده كذا والماده كذا، وحضرتك قلت هنا لا، ودي مهمه للنادي الاهلي ودي مهمه ليكم ولازم تاخدوا بالكم منها. احنا بنشكرهم، نشكر حضورهم طبعا من خلال دراستنا للائحه وخلال دراستنا للقانون واللائحه الاسترشاديه واللوائح السابقه للنادي. بنشكر كل واحد ساهم بمجهوده، مجلس كابتن حسن حمدي، مجلس مهندس محمود طاهر، وبنشكر الاعضاء اللي متابعين معانا والاخر يوم هيبقوا معانا. ثقتنا فيهم كبيره، منتظرينهم يوم 28، لانه لا يصح الا صحيح ولا يجب الا ان يكون للنادي الاهلي لائحته الخاصه. ليس عيبا في اللائحه الاسترشاديه، اللائحه الاسترشاديه مجهود من اللجنه الاولمبيه ومجهود عشان فتره انتقاليه، شكرا على الفتره الانتقاليه، لكن النادي الاهلي لازم يبقى ليه لائحته ودستوره اللي اعضائه هيعتمدوها ان شاء الله يوم 28، لان مش احنا اللي عملناها، مش مجلس اداره اللي عملها، مجلس اداره اقترح بنود والاعضاء هم اللي عدلوها، الاعضاء اجبرونا عليها، في حاجات الاعضاء اجبرونا، يعني السلطات اتخاذ القرار، سلطه التعديل في اللائحه، كنا بنقول لو المجلس الاداره مقدم الاقتراح والجمعيه العموميه ما اجتمعتش وما اكتملتش يعتبر مقبول. الجمعيه العموميه قالت لا، ده حقي ومش هديه لمجلس الاداره، وافقنا ونزلنا على رغبه الجمعيه العموميه لانه حقها، رغم ان احنا كان لينا وجهه نظر، وجهه نظرنا كانت بتقول ان احنا بنقول التعديل ده وبنطلبه بناء على الواقع العملي اللي شايفينه انه بيعيق العمل، لكن اذا كان ده راي الجمعيه العموميه هي هتتحمله وهتيجي وهتقف معانا، وبرده لما نطلب تعديل هتيجي وهتوافق عليه. منتظرينهم يوم 28 وبنوعدهم وبنأكد عليهم ان احنا ان شاء الله المنتج النهائي اللي هيطلع خلال العشر ايام الجاية منتج يليق بالنادي الاهلي، دستور ولايحة ستؤسس لجميع اللوائح الاندية المصرية فيما بعد، وهتكون حاجة يفخر بها عضو النادي الاهلي ويقول انا ساهمت وشاركت في تاسيس واتخاذ قرار في لائحه النادي الاهلي. النهارده كان اليوم الاول، غدا بمدينه نصر، بعد غدا يكون في الشيخ زايد، هل بعد الثلاث ايام دول هيكون بقى اجتماع اللجنه الاولمبيه المصريه اللي حضرتك طبعا كنتوا موجودين النهارده صباحا، هل هيكون بقى ده اخر لقاء ليهم ونقدر نناقش كل الامور ويبدا خلاص يتحط الصياغه الاخيره لمشروع اللائحه يا فندم؟ للاسف انا ما يعني ظروفي منعتني من التواجد النهارده مع اللجنه الاولمبيه، لكن النهارده انت عامل لائحه بتقول مرجعيتي الميثاق الاولمبي وما تنص عليه لوائح اللجنه الاولمبيه الدوليه والمحليه، ما ينفعش ما تروحش للمرجعيه بتاعتك تسالها يا جماعه انتوا كمرجعيه الكلام ده يتوافق معاكم ولا لا؟ ما ينفعش اسال، احنا دايما او في كثير من الاحيان بيحصل خطا في مصر ان احنا بنسال بعديها. نادي الاهلي سباق، نادي الاهلي عنده اسس وقواعد في ادارته، احنا رحنا لاصحاب الحق في اعتماد اللائحه وقلنا لهم تعالوا اقعدوا معانا، دي لائحتنا، اقترحوا علينا لو في شايفين ان فيها عيب او في مش عيب لكن في تعارض مع اللائحه الميثاق الاولمبي او مع القانون قولوا لنا. وبذكر القانون طبعا في عوار في القانون، يمكن الحوار النهارده مع الاعضاء وضح العوار اللي موجود في القانون، وفوجئت ان الاعضاء حاطين ايديهم، يعني ازاي انا كنادي اهلي ادخل باستثمار 51% وادي حد حق استغلال اسمي وحق استغلال سمعتي وتاريخي وما بقاش عندي ناس ممثلاني في مجلس الاداره تقول له لا اقف؟ مش قصه عيب، هي قصه ان الاداره قرارات. فالنهارده انا كراجل واضع الاستراتيجيه وانا اساس الاستثمار لازم ابقى متواجد، لازم اقول له
ده حقك وده مش حقك. لا انا مش هصوت على الكلام ده، لا هنوافق عليه، انا استراتيجيتي رايحه للكلام ده، ولو اختلفنا نرجع للاصل اللي هو مجلس اداره النادي الاهلي وجمعيته العموميه. منتظرين الكلام ده. النهارده قعدنا مع اعضاء الاهلي بالجزيره، بكره اعضاء الاهلي بمدينه نصر، وان شاء الله السبت هنختتم بالشيخ زايد. كانت وجهه نظرنا ان احنا نروح للاعضاء عشان نسالهم على رايهم ونحثهم على المشاركه، لكن فوجئنا ان احنا لحد قبل ما نقعد مع الاعضاء وصلنا ل 1401 تقريبا، 1400 اكتر من 1400 اقتراح. ده رقم مهول، يعني رقم يبين لك قد ايه الاعضاء قلبهم على على ناديهم، قد ايه الاعضاء دي قرت وعايزه تتابع. واذا كان 1400 واحد قروا وشاركوا، اكيد أكتر من 20,000 هيجوا ويشاركوا إن شاء الله يوم 28/9، وأنا براهن شخصيا من سابق معرفتي بأعضاء الجمعية العمومية ومن ثقتي فيهم. أشكرك وأشكر كابتن عدلي وأشكر أستاذ إبراهيم، وموفقين إن شاء الله جميعا لما في خدمة النادي الأهلي. أشكركم جميعا، أشكرك. أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، يمكن اجتماع أكثر من رائع. زي ما قلنا النهاردة عائلة النادي الأهلي بتجتمع لأول مرة النهاردة في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، كان حضور مكثف جدا من أعضاء الجمعية العمومية، استفسارات كثيرة دارت بين أعضاء مجلس الإدارة، تحدث الكابتن محمود الخطيب، المستشار القامة الكبيرة المستشار محمود فهمي، كل أعضاء مجلس الإدارة اللي تم ليهم توجيه سؤال ردوا كالعادة في بنود كثيرة جدا في اللي هتم تغييرها بناء على المقترحات خلال الفترة الماضية، على أمل إن شاء الله غدا بإذن الله تكون الندوة الثانية في مدينة نصر، مقر النادي الأهلي بمدينة نصر كالعادة. أعضاء النادي الأهلي هيكونوا متواجدين بكثافة بعد غد يوم السبت، هيكون في نادي الأهلي الشيخ زايد، هيكون آخر فقرة أو آخر اجتماع عائلي مع عائلة النادي الأهلي. أكيد طبعا بنتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي، مجلس الإدارة، أعضاء الجمعية العمومية، إن شاء الله تكون لائحة قوية، لائحة خاصة، دستور يليق باسم وكيان وعظمة النادي الأهلي. شكرا جزيلا للزميل كريم أحمد موفد قناة الأهلي إلى مقر النادي بالجزيرة، واعتقد طمأن حضراتكم على هذا اللقاء المفتوح المهم جدا لمجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب، مع حشد وصف بانه حشد كبير. الحقيقه كان المهندس عدلي برضه بالحس الاداري القديم والخبرات كان مهتم جدا يعرف حجم الحضور قد ايه، لان ده مؤشر لمدى تفاعل الاعضاء، مؤشر لمدى الاهتمام بمشروع اللائحه، ومؤشر لما يمكن ان يكتمل به النصاب القانوني باذن الله يوم 28 سبتمبر الشهر ده 28 انعقاد الجمعية العمومية. أتمنى كل الأعضاء اللي شارك في وضع اللائحة يا باشمهندس، واللي بعت مقترح، واللي عنده رغبة في حاجة، الكل لازم يجي، لأن دستور الأهلي حتى اللي مش هيلاقي إن مقترحه موجود يعرف إن ده رأي بقى فردي بالظبط أو رأي أقلية، مش معنى كده إن أنا يبقى مش عايز تعال أقول لا، تعال أقول إنما لازم تتواجد عشان ما تقولش يا ريتني رحت. أيوه النقطة اللي أنت بتقول الحشد انا ليا بس تعليق من زملائنا المصورين والمخرجين هناك، ازاي في المؤتمرات اللي زي دي الكادر يبقى مقفول؟ ده يدي انطباع ان مفيش حد، وبعدين اسال يقولوا لي لا كان الزحمه جامده والحشد كبير. يا ريت تجيبوا لنا صوره على الاقل باي طريقه دلوقتي تصور هذا الامر، لان ده مهم ان احنا كمان والاعضاء كلهم يبقوا مطمنين. ده شكل التفاعل، شكل التفاعل بالظبط. الطبيعي انه اعضاء مجلس اداره النادي الاستاذ ابراهيم الكفراوي اتكلم الحقيقه باسهاب شديد جدا عن اهميه دستور الاهلي وعن قيمه تفاعل الاعضاء، والاستاذ خالد الدرنداني اتكلم عن رايه وبيقول انا مخضرم، هو هو عنده خبرات اداريه، كان طبعًا اداري في السباحه يعني مميز، وبعدين كان عضو تحت السن كمان يعني كذا دوره يعني فهو طبعا بيلمس راح للمواضيع يعني طيب رأي الأهلوية في لائحتهم وفي دستورهم أمر طبيعي جدا أن يكونوا سعداء جدا بيه ويكونوا فخورين جدا بيه، لكن ماذا عن رأس الحركة الأولمبية في مصر؟ كيف رأى هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية زيارة الكابتن محمود الخطيب ووفد النادي الأهلي مع مشروع دستور اللائحة الحالية اللي بيمشي عليها النادي الاسترشادية والتي يرغب الأهلي في تغييرها برؤيته الخاصة؟ فمهم جدا رأيه. نشوف هشام حطب.
طبعا اللي انا عايز اقوله ان زياره النادي الاهلي رمز الرياضه واكبر من اكبر قطب الرياضه في مصر، دي حاجه تشرفنا وحاجه تفرحنا وتفرح الشارع الرياضي كله وجماهير والجماهير الرياضيه كلها بصفه عامه وجمهور النادي الاهلي بصفه خاصه. اللجنه الاولمبيه المصريه جاهزه دايما عشان تؤدي دورها ولا تتدخل في اي امور خارج عن صلاحياتها او الدور المناط لها في القانون وفي الميثاق الاولمبي وفي المعايير الدوليه وفي الدستور المصري، واحنا موجودين لخدمه الانديه والاتحادات والهيئات الرياضيه كافه. احنا بمجرد ما وصلنا مشروع لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي من 3 أو 4 أيام، المستشارين عندنا والمختصين عندنا قعدوا عليها درسوها دراسه جيده، وعملنا دراسه مقارنه بتقرير مقارن ما بين البنود المقترحه من النادي الاهلي زائد البنود اللي احنا شايفينها هي اللي لازم تبقى الشكل بتاعها ايه بالاسباب بتاعتها، الاسباب الموضوعيه. وده كله ده بيرجع، احنا دايما بنراجع الحاجات دي طبقا لاربع معايير. المعيار الاول اللي هو القانون العام وقانون الرياضه والميثاق الاولمبي والمعايير الدوليه واللائحه الماليه لوزاره الشباب والرياضه اللي هي بتحكم المواضيع دي كلها، وبنقول راينا احنا في المواضيع دي ونتشاور وما خاب من استشار. فان شاء الله احنا قلنا راينا، هنبعت الراي بتاعنا ده ان شاء الله يوم السبت بحد اقصى، اذا ما كانش النهارده نهايه اليوم، ويوم الاحد نجتمع لنا الشرف ان احنا نروح للنادي الاهلي ونجتمع مع النادي الاهلي ومع في وجود الكابتن محمود الخطيب ونقعد ونتدارس اللي احنا قلناه واللي احنا بعتناه لهم قبلها بيوم، يكون هم برضو اطلعوا عليه والمستشارين الاجلاء اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي اللي هم مناط بيهم الموضوع ده اكيد هيقولوا لهم راي وقد يكون راي بتاعهم اصوب من الراي بتاعنا، ونقعد نتفق على كل حاجه ونعتمد الجمعيه المشروع بتاع اللائحه على يوم الاثنين او الثلاث، ويبقى جاهز للدعوه للجمعيه العموميه وهو جاهز لكل حاجه موجوده. واحنا في الجمعيه العموميه ان شاء الله هم طلبوا مننا يبقى عندنا المراقب من اللجنه الاولمبيه، وده شرف لنا، وان احنا نوفر ثلاث او اربع مستشارين عشان يبقوا تحت اشراف هيئه قضائيه محترمه. ان شاء الله احنا طبعا هنقترح منهم المستشارين وناخد بيهم موافقه هيئتهم القضائيه او وزاره العدل طبقا للنظم المتبعه في الهيئات القضائيه واللي في وزاره العدل، عشان يبقى كل حاجه قانونيه ولا يطعن عليها، وكل حاجه تبقى معموله كل واحد له اختصاصه يقوم به، ولا تدخل في الاختصاصات ولا تدخل في اي حاجه. وده الهدف بتاعنا، ان كلنا بنشتغل لهدف واحد اللي هي مصلحه البلد دي. وطبعا من اللي على قمه الرياضه في البلد دي هو النوادي الجماهيريه الكبيره، على قمتهم نادي الاهلي. ده رأي المهندس هشام حاضر الأولمبية، وزي ما قلت لكم هي دي ثمرة العلاقات المحترمة والتقدير المتبادل. مجلس إدارة النادي الأهلي على رأسه الكابتن محمود الخطيب. مفيش أغراض، هنختلف ليه؟ بالظبط. احنا عايزين نعمل حاجة صح. طيب. لكن قبل ما تروح للمكالمة المهمة. أيوه. أنا عايز أعلق على اللي أنا كنت بقوله. أيوه. والإجابة جات لي. أيوه. على لسان رئيس اللجنة الأولمبية. إن هو في معايير بيعمل دراسه مقارنه، اللي بيتفق مع هذه المعايير يبقى اوكي. هذا معنى ايه؟ والمعايير دي اهمها اتفاقها مع صحيح القانون اللي بيحصل عليه دردشه ايضا، لان في تفسيرات كثيره قانون ويستعينوا بمستشارين. اذا اقرت من اللجنه الاولمبيه وكل البنود دي تتفق مع القانون، خلاص مطمنين. اتفضل. طيب ماذا اجرائيا عن اعتماد اللجنه الاولمبيه؟ ماذا دار في مناقشات الكابتن محمود الخطيب ووفد النادي الاهلي مع مجلس اداره اللجنه الاولمبيه؟ اللجنه كان عندها تحفظ على ايه؟ وايه اللي طلب تغييره او تعديله او اعتماده؟ معنا على الهاتف الاستاذ ممدوح الششتاوي المدير التنفيذي للجنه الاولمبيه. استاذ ممدوح اهلا بيك. كابتن ازي حضرتك؟ استاذ ابراهيم ازي حضرتك؟ تحياتي وتحيات المهندس عدلي. اهلا ممدوح بيه، ازيك؟ ازي حضرتك؟ الله يخليك. ربنا يخليك. منور الصورة. وفي اللقاء أنا شايفك النهاردة نشط جدا، قول لي ماذا تم في هذا اللقاء وإيه كانت أبرز المناقشات وأهم المواد اللي أنتوا ركزتوا عليها مع وفد الأهلي؟ تمام يا فندم، الحمد لله كانت جلسة ودية جدا النهاردة. يعني الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حضر للجنة الأولمبية المصرية، كانت أول زيارة له. سبق حضور الكابتن محمود الخطيب
استدعى مجلس الاداره كان وصل حوالي الساعه 10 ونص الصبح، كان السيد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي، استاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، استاذ محمد الجرحي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، استاذ المستشار اسامه قنديل، والكابتن الخطيب قعدته بالظبط وصل للساعه 11 بالظبط في ميعاد الموعد الاجتماع اللي كان متبع بيننا اللي هو الميعاد 11. كان في استقباله على راس استقبال المهندس شاب حطب رئيس اللجنه الاولمبيه، والدكتور علاء جبر نائب رئيس اللجنه، واللي هو يحيى دعبس عضو مجلس اداره اللجنه الاولمبيه، المهندس شريف العريان امين عام اللجنه الاولمبيه، والاستاذ الكابتن محمود محبوب عضو مجلس اداره اللجنه الاولمبيه المصريه. التوقيت قعد كان جلسه وديه جدا، شرح فيها الكابتن محمود الخطيب وجهه نظر النادي الاهلي مع الساده الحضور لبعض البنود لبعض الحاجات اللي معرضها. الجلسه كانت بتدي ميزه كويسه قوي، لان النادي الاهلي قبل ما بيعمل اللجنه بعمل خطوه ايجابيه ان هو كان ممكن يبعت اللائحه للنادي للجنه الاولمبيه يقولوا يعتمدوها، او لو اذا كان فيها خلافات بعد ما تقرها الجماعه العموميه للنادي الاهلي ويشوفوا اللجنه الاولمبيه تعتمدها او لا تعتمدها، اذا كانت مخالفه للقانون المصري او الدستور المصري او النفاق الاولمبي. لكن الاهلي النادي الاهلي قعدته دايما بعتها بشكل احترافي جدا يشوف او جه بنفسه كمجلس اداره، وقبل ما يجي كمان هو عمل حوار مجتمعي مع الساده اعضاء الجماعه العموميه في النادي الاهلي والناس المفكرين والساده المستشارين اللي بيضمهم النادي الاهلي كاعضاء من الجماعه العموميه، واتكدوا كان في حراك الفتره اللي فاتت في النادي الاهلي وفروع مختلفه. جالنا بقى بعد كده دلوقتي وابتدى يعرض البنود اللي هما بيتكلموا فيها. قعدنا في جلسه وسط حوالي ساعتين اتكلم في معظم البنود او بعضها، واتفقنا ان يبقى في جلسه ثانيه ان شاء الله يوم الاحد في النادي الاهلي، مش كده؟ نقعد في النادي الاهلي بالظبط ونقعد نشوف كل حاجه، ودي كانت فعلا جلسه وديه جدا وحاجه هائله جدا اللي حصلت. كان في مواد معينه انتوا طلبتوا ضبطها مع الميثاق الاولمبي والقانون؟ لا، هو كان كل الكلام في مواد يعني التفاصيل سيبناها لحد ما نقعد لحد عشان ما نوصلش لحاجه نبقى فيه ما فيش لا خلاف بيننا وبين النادي الاهلي او بيننا وبين اي الانديه. كل يعني ده تبع اطار اللوائح والقوانين المواثيقه الدوليه في التعامل. فان شاء الله يوم الاحد هيبقى في جلسه ثانيه وكل حاجه تبقى ماشيه. ممدوح بيه يعني هو ثاني هو سؤال بس بصياغه ثانيه، معنى كده ان اذا اجازت اجازه مبدئيه زي ما بيقولوا الرقابه السابقه والرقابه اللاحقه فاحنا الاهلي تطوع ان يبقى في رقابه سابقه عشان ما يتعرضش للرقابه اللاحقه. هي ليست رقابه حضرتك، هي يعني اسمها التيم التيم الاجابه، احنا في حاجه ما هو دي الرقابه يا فندم، انا مش حساسين من كلمه رقابه ما تقلقش. لا، ايجابيه من النادي الاهلي هو قبل يعني قبل ما يحدث لا بس حاجه يرجعها من هو بيتوقع. ما دي المساله، ان انا اراقب واخد الموافقات، معناها كده ده اللي عايز اقوله، ان ده نتيجه هذه الجلسه، واذا رجعت المسوده او مشروع القانون من عند حضراتكم بملاحظاتكم والتي يقبلها النادي الاهلي، يبقى معنى هذا ان نطمئن تماما ان اللائحه دي ما فيهاش اي مشاكل تعيق تنفيذها اذا اجيزت من الجمعيه العموميه. ان شاء الله بعد جلسه يوم الاحد اللي هتبقى في النادي الاهلي هنوصل اكيد ل يعني لوجهه نظر متشابهه بيننا وبين النادي الاهلي وفقا للمواثيق الدوليه والقانون المصري والدستور المصري. اذا مش هنلح لحد ما تخلص يوم الاحد. يوم الاحد وتبقى معانا على التليفون يوم الاثنين بقى ان شاء الله. باذن الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا. شاكرين جدا لحضرتك وكل التوفيق. المدير التنفيذي للجنه الاولمبيه، واعتقد هدي محترمه، وهو ده نتيجه او هي دي نتيجه التقدير المتبادل. هو العلاقات المحترمه بتيجي يا استاذ ابراهيم من الشفافيه. بالظبط. هو الصراع بيجي من ايه؟ انا عايز امرر حاجه، عايز حاسس انها
هتصطدم مع الجهه اللي هي هتعتمد عليها. بس انا ما عنديش ما اخشاه ولا اخاف. هو انا وانا ليه كل مصلحه في حاجه؟ بالظبط. هو انا وانا ضامن عمري؟ هو انا قاعد طول العمر انا بعمل حاجه للنادي الاهلي؟ اذا لما تتعمل حتى لو اتعدلت حاجه جت حاجات ضد توجهي وضد رغبتي خلاص إن هو ده اللي جمعيه عموميه هتستفتي عليه، واذا اقرته يبقى هذا هو ما يريده المجتمع وقتها. لكن انا ما في كلمه راحت مني الاستاذ كفراوي بيقول الاغلبيه الحاكمه واعضاء مجلس الاداره، عشان برضو يعني هقول اللي فهمته وانت تقول اللي سمعته وفهمته برضو. انا فهمت من كلامه ان الكلام الاغلبيه الحاكمه انت بتقول لا 66، انا ما زلت عند رايي انها ممكن تبقى 51 بدليل انها اتعدلت. لكن ارجو انها تتفق مع برضه مع قوانين الاستثمار. بس انا شايف ان الدكتور فاروق عقده كان موجود وشافها. بالظبط. لكن اللي بيتحدث عنه الاستاذ ابراهيم الكفراوي برضه لازم يثار في هذا الامر. اللوائح او القوانين بتمنع هنا اللي ممكن يبقى فيه تعارض، ان اعضاء مجلس الاداره بتوع مجلس اداره النادي الاهلي يبقوا اعضاء مجلس اداره في الشركات دي. لان هو مش مفروض انه يعني يبقوا يتربحوا من وجودهم كاعضاء مجلس اداره. فكان دايما يتقال انه متطوعين اذا كان في حد يبقى، اذا كان القانون بيجيز هذا خلاص ما فيش خلاف. طب لما بيجيز هذا يبقى هو ده الغرض، ان ما يبقاش يضمن، مش النادي الاهلي بقى يضمن ان الشركه دي ما بتتعملش عشان يشتغل فيها عضو مجلس اداره. بالظبط. عموما اعتقد وجود قامات اقتصاديه كبيره جدا في البلد بحجم الدكتور فاروق العقده واخرين معاه، بس هو عمده برضه من القامات الاقتصاديه الكبيره، وجودهم في المشهد الخاص بوضع اللائحه فيه ما يطمئن على صياغه البنود الاستثماريه المهمه في دستور الاهلي. يبقى الاهلي هو المعلم، يبقى الاهلي هو الرائد، يبقى الاهلي هو الذي يسعى دائما للحفاظ على التميز. ومع هذا خلصوا فيه كل الشائعات. قبل ما تطلع الجمله قبل الفصل بس تفضل. جمله واحده. هو احنا ليه مهتمين ودينا الوقت ده كله للمناقشه هذا الكلام واللائحه لاني ما زلت بقول يجب ان يعطي النادي الاهلي، مش بس مساله انك توافق على اللائحه، اذا لم تكن جمعيه النادي الاهلي اقرار لائحته هي الاكبر على مستوى كل الجمعيات مش هبقى مبسوط، ولا انت مبسوط. صحيح. ولا النادي شاعر. عايزين نقول يا جماعه الاهلي عمل لائحته وجاء يحميها. ليه؟ لانهم خلصوا فيه كل الشائعات. بعد الفاصل كلام مهم. اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا ازاي الاهلي بيسير بكل هذه الخطى الثابته والمتسارعه جدا نحو اقرار دستور الاهلي. يسعى الاهلي للتميز، يسعى الاهلي للحفاظ على مكانته وقيمته ومسؤوليته في المجتمع، تاركا الاخرين للكلام والرغي والهري وخلاص. يا تشتغل يا تتكلم. بالظبط. عشان كده قلنا في الفقره دي هم ليه بقى، ايه الطريقه اللي بيقاوموا بيها الاهلي؟ خلصوا كل الشائعات. لو قعدنا كده وركزنا، الناس اللي بتقاوم الاهلي وبتحاول تعيق حركته بيعتمدوا على ايه؟ بعض المفسرين قالوا الاهلي محظوظ بهذه الاطراف، لان هذه الاطراف بدل ما تصلح نفسها وتطور حركتها وتقدر فعلا تنافس بجد وبقوه، لا اتفرغوا لرجم الاهلي. مش مشكلة هو يشتغل. ده بقى كان نفسي تقول ايه؟ الاهلي يفوز بالحظ. احنا بنفوز بالحظ انكم موجودين. بس. طيب. تاريخيا بيكسب بايه؟ كل حتة. يا جماعة الاهلي بيكسب بايه؟ يقول لك بالحكام. طب افريقيا. طب ما احنا بنلعب بحكام اجانب. طب لقاءات القمة بنلعب بحكام اجانب. طب الاهلي كان بيكسب الزمالك والامبراطور. أيوة. امام هو اللي بيدير. انت دلوقتي محمد لطيف هو اللي بيدير. انت دلوقتي بتكسب بالحكام الاجانب فلغوها. ايوه. عشان ما تكسبش. يعني شوف التناقض وشوف لا يمكن ده يكون توجه نقي.
لما يجي يلغي لك التحكيم الاجنبي بيلغي لي ايه؟ وبعدين وهنيجي في ساعتها التناقض ما 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 مع نفسهم. لا مفيش حكام اجانب بعد كده. وبعدين ده حق النادي، واخد بالك؟ هذا كلام ده معناه الاهلي بيكسب بالحكام لما تجيب ناس ما تعرفهاش ولا تجيب ناس تعرفها؟ طيب ورينا شوارب الشماعه الاولى. فرقه الكوره ما بحبكوش. ليه؟ يعني عشان اسماعيلي بحبه، وبعدين كنتوا بتغلبونا زمان بقى، مش انت بالحكام لا، واحنا برضه على فكره انا كنا بنغلبكم لا كنا بنغلبكم كناشئين، كنت ضاروا عليها كناشئين. يعني انا شايف ان النادي الاهلي سبب من التحكيم اكتر مضره السنه دي في كل السنين، مش السنه دي بس، هو مش الاهلي بس. يعني انا متهيألي في مصر مش الاهلي بس، احنا برضو عندنا حاجه. انا شايف بصراحه الدوري، انا مش قصدي حاجه والله العظيم، بس انا شايف ان الدوري لو حكموه اجانب النادي الاهلي مش هياخد الدوري. انا مش هعلق على اي سؤال، وهبدا اعتراضي بالصمت على التحكيم في مصر. هنوصل لغايه ايه وهنوصل لغايه فين؟ الاهلي يزعل لرياضه الزمالك، الزمالك يزعل لرياضه الاهلي، خلاص نلغي بقيه الفرق ونراضي الاهلي، والاهلي والزمالك يلعب ماتشين وهم يحددوا الدوري مع بعض. يعني انا يعني انا مش عارف في ايه. يعني احنا ادينا مباراه كبيره، بشكر لعيبتي النادي الاهلي اللي الكابتن فتحي مبروك قال عليه برشلونه، قدرنا نوقفه تماما الحمد لله، ما لهمش اي فرصه تذكر، بالعكس احنا لنا فرصه الشوط الاول وفرصه ثانيه بتاعت اطول الشوط الثاني. مين الحكام بيخاف منه؟ الاهلي طبعا بجد، والزمالك والله. والزمالك في فتره كده كان في حكم لا داعي لاسمه واحنا في الزمالك هو كان زملكاوي كان يجي يزعق لك مثلا ويتنرفز عليك ويقول لك ايه اوعى في ال 18، يعمل نفسه ان هو بيتخانق معاك والكلام ده، ولو كلمت تاني هطلع لك انذار، قول تعالى اقف والله اقف تقف، يقول لك ايه خش ال 18 ارمي نفسك، فاهم؟ ظهر اسود. بعد كل الاتهامات اللي قيلت على الحكام، وعلى فكره كان الوقت ويتسع هتلاقوا كتير، لا اهم من كل ده ما يثار النهارده في مواقع التواصل الاجتماعي وما يثار على لسان البطولات الحلال والبطولات الحرام. ايوه اهم ده. يعني انا معلش اول مره هختلف من الاعداد اختيار غير دقيق، مش في الجون انت جايب لي الناس بقى اللي بتتلكك وبتعيط والتحكيم، انما جايب لي ناس في ماتش معين لا. طيب. انا بتكلم دلوقتي، انت بتقول بكسب بالحكام، خلينا مع الحوار اللي كان فيه او اللقطه اللي كان فيها الدكتور عبد المنعم عماره هو راجل دمه خفيف، قال لك ما بكسبكوش عشان راجل، ما بحبكوش عشان في الكوره عشان راجل اسماعيلاوي وبيحبنا في كل حاجه تانية. طيب الضيف اللي كان معاه قال لك الاهلي بيكسب بالحكام ولو في حكام اجانب مش هياخد بطولات. هو قال الكلمة دي سنة كام؟ من يوم ما قالها جابوا له حكام أجانب ويا عيني ما كسبش غير الأهلي من بعدين. بالمناسبة كل بطولات أفريقيا بيديرها حكام أجانب، والأهلي صاحب النصيب الأوفر من البطولات. كل لقاءات القمة بين الأهلي والزمالك بيديرها حكام أجانب، والأهلي بيكسب لقاءات القمة فيما غلب. لازم نرجع لكلمة الأهلي بيكسب الحكام تفصيلا بقى بعد كده. خلصوا الحكام، ناقشنا قبل كده في ملك وكتابة علاقة الأهلي بالسلطة من أول بدايتها لغاية العهد السابق، وغالبية عناصر الحكم دايما وأبدا مش من الأهلوية أبدا، ومع هذا كانت دي الشماعة الثانية. النهاردة نبيل الحلفاوي قاعد على تويتر، انتوا عارفين في ناس كده من العمد بتوع تويتر، نبيل الحلفاوي فنان نبيل الحلفاوي من العمد، يعني قاعد يرد، تخيلوا الحوار على واحد اذا كان النادي الاهلي ده نادي النظام ولا لا، يقعد بيقول له اصل ده نادي النظام، فتخيلوا الحوار اللي بين يعني النادي الاهلي العظيم البتاع ابتدى يبقى فيه، طبعا احنا عارفين ان في صحفيين النظام ومش عارف ايه ورجال اعمال النظام، انما نادي النظام بقى دي جديده، فيعيني برضو القبطان نبيل حلفاوي خد المساله جد وابتدى يتكلم. لا يا جماعه، ونبيل حلفاوي الاول قال له ايه؟ قال له ايوه هو نادي النظام صح، كل حاجه فيه منظمه. نبيل حلفاوي ما تخيلش، فواحد بعت له من اللي قاعدين على تويتر قال له لا قبطان ده بيقول لك يعني نادي النظام يعني نادي الحكومه، حتى النوادي ابتدى يبقى فيها نظام ومش نظام، والنادي الاهلي يبقى نادي النظام.
الفرق بيني وبين النادي الاهلي، طبعا النادي الاهلي عريق وبطولاته، الفرق هو الاتي. هو 10 سنين المرحوم البطل العظيم انور السادات. السيدة جان طلعت في التلفزيون قالت الرئيس بيزعل لما الاهلي بيتغلب. خد الزمالك شاف 10 سنين ويل ما خدش فيهم ولا بطوله. احنا بنقول من باب الوطنيه، هي كوادر اهلاويه من باب الوطنيه، ان طالما في تظبيط للنادي الاهلي فيا ريت الكوادر الاهلاويه اللي بتحمل الجنسيه المصريه تظبط الزمالك برضه. طيب يعني في عصر الرئيس السادات الاهلي بيكسب بالدوري، طب في عصر الرئيس مبارك 30 سنة خدتوا كام دوري؟ والاهلي خد كام دوري؟ احنا يعني رجعنا بطولات الاهلي تاريخيا مقارنه بالسلطه الحاكمه في وجود كل عناصر النظام الحاكم السابق من الزملكاويه الغلاه، والاهلي بيكسب بطولات. بس زي ما قلت لكم هي شماعه، لا يعني الناس مش عايزه تشتغل، ما تسرد لنا بعض النماذج كده، كان لازم الكلام ده. ناس بترمي يعني بلاها على اقرب حاجه غير ان هي تشتغل، عشان كده اتسمت شماعه. ازاي تقدر تعلق فشلك على اي حاجه غير ان انت تعترف ان انت محتاج تشتغل؟ خلصت الشماعه الثانيه، انتجوا شماعه جديده محدش يقدر يمسكها لكن موجوده. بمناسبه الاجتهاد ده والحظ، وانا كنت بقول ان الاهلي بيكسب بالحظ. لو منتخب مصر واخد حظ نادي الاهلي كان زمان منتخب مصر واخد كاس عالم 3 مرات ورا بعض. الاهلي بيكسب بالحظ. بالحظ والله، والله العظيم بالحظ. اخر ده بيحط الاجوان والله، والحظ خادم يعني الاهلي مش اكتر. انا بحرك معاك كده ليش؟ ما اصل الاهلي الحظ هو اللي بيخدمه. ايه الحظ خادم الاهلي؟ لا انا بقول يمكن حتى من حسن حظ فريق الاهلي انه طالما البطوله دي عشان ما لعبش فريق الزمالك ما شاء الله بالكون فيها حظ. بالنسبه لمحظوظ النادي الاهلي اليوم انه اخذ نقطه في اخر دقائق. شايف ان حضرتك النادي الاهلي محظوظ النهارده؟ صراحه محظوظ، يعني لم يكن خطير الى درجه انه كانت المباراه في متناوله. انا ابني محاسب، كان كل ما العمليه تسوء معاه شويه كده اقول له الهي يرزقك بحظ الاهلي يا ابني. والله يعني كل ما الموضوع يزنوا معاه شويه في الفلوس يقول يا رب يرزقك بحظ الاهلي. والله ما بقول له غير كده، وبكتبها له على الفيس وبعمل له فضايح. الحظ دايما بيروح للي يستحقه، للي بيجتهد، للي بيخلص، ومش شرط يروح في نفس التوقيت على فكره. ممكن تخسر في الوقت ده، انما ربنا يديك في وقت مهم جدا وكنت الناس كلها تتوقع ان انت ما كنتش تاخد فيه الموضوع ده. فقصه اللعب على ان لو حظ النادي الاهلي موجود مش عارف ايه، الكلام ده كلام كفته. 128 بطوله للنادي الاهلي اكيد مش بالحظ، اكيد اكيد مش بالحكام. ازيك يا مرجان؟ والله مش مبسوطه ساعه البيت. ليه يا مرجان؟ خليك تجنن او زي شويه هز، لو ربنا ادانا شويه هز من اللي بيدي الاهلي بس. عشان الزمالك اتغلب يعني؟ رحت على الفاينل ان شاء الله هناخد الكاس. طب تعالى يا مرجان. شفتوا شويه هز بقى؟ هو ده. هو انا عايز اسال سؤال. ايه الحظ عباره عن ايه؟ مفهوم الحظ، تعريف الحظ ايه؟ يعني ايه اللي هو الحظ؟ شوف لو يعني انت نايم من وفاتح بقك كده وجعان ورايح في النوم تروح تفاحه وقع بقك. يعني نيوتن ده كان محظوظ، كان نفسه ياكل فلقى التفاحه في بقه فقال لك الجاذبيه. هذا عبث. نتكلم في الحظ كتير. ممكن اكسب مباراه ابقى لاكي فيها، جات لي فرصه جبتها والتاني جاله 10 فرص ما جاتش، لكن بالمعيار ده 80% من هزام الاهلي اللي هي مع فرق بتسيطر انت عليها وبتضيع فوق بتاع، والحظ التحكيمي ما يكونش موفق كمان. فيعني انت حظ ايه؟ ويا رب ما نخلينا في يوم من الايام نلجا لشماعه، لان هو ده حجه البليد. هو ده. شوفوا لو الحظ معناه التوفيق فالتوفيق من عند الله، والتوفيق زي ما قال، او الحظ لو اعتبرناه المرادف الشعبي ليه اللي قاله وائل رياض، لا يصيب الا من يستحقه. هل ربنا بيوفق حد مش شغال؟ هل التوفيق ممكن يصيب واحد خامل؟ هل هذا الفاشل الكسول الخامل اللي مش قادر يعمل اي حاجه غير ان هو يدور على اي حاجه؟ اصله مش عارف سنه كام اتقال ايه وعشان الاهلي محظوظ. طب وانت ليه ما تبقاش محظوظ؟
لو انت تعرف السكه اللي الاهلي اشترى منها الحظ خليك شاطر وروح اشتري. ارجع للمشهد بتاع نيوتن. 10 جنيه حظ. لا ارجع للمشهد بتاع نيوتن. كم واحد نام تحت شجره التفاح وقعت جنبه تفاحه؟ يعني نيوتن موفق ان يستلهم فكره الجاذبيه الارضيه من تفاحه وقعت جنبه. التفاحه وقعت بالحظ. بس مش بالحظ. هو عرف انه يقعد يفكر في الظاهره. كم واحد وقع فوق دماغه تفاح عوره من غير ما يفكر هو اتعور ليه ولا في حد خد التفاحه وفكر لانه ربنا خلق في دماغه حاجه يفكر بيها يبقى وفي حد خلق كل التفاحه وقام مشي وبعد كده ايه هو الحظ بتاع نيوتن ان ربنا اداله عقل. ايوه بس طيب خلصتوا الحظ. انا مش عارف انتوا يعني ايه النشاط الذهني الكبير اللي مصنع الشغل معاه غير التفوق غير الشغل كلها اسباب غير الشغل. اه والله ودي بتريح مين الراجل تملي صدق الاهلي ده محظوظ بيهم قوي. هو ده الحظ بالظبط. الاهلي محظوظ يتواجد ناس ان منافسيه بهذه العقليه ان منافسيه يركنوا الى افكار ملهاش دعوه بالاجتهاد بالظبط فيظلوا مستنين الحظ. الاهلي خلصوا الحكومه وخلصوا التحكيم مسكوا في الحظ. طب خلصوا الحظ الجديدة دي جديدة شوية نشوفها. الأهلي حصد أفضل ألقابه بفضل لاعبي الإسماعيلي نعم أم لا؟ نعم طبعا. هو نادي الأهلي طلع سنة 2004 إزاي؟ لما خد لعيبة الإسماعيلي أهدي بقى حدوتة وبرضو كرروها. حتى لما نعمل احصائيه ونقول لهم والله الاسماعيلي والله خد من الاهلي لعيبه اكتر من الاهلي يا اخي مش هي دي والله ثلاث ارباع لعيب اسماعيلي اللي بيقولوا في 2004 ها واللي جم بعد كده ما كانوش في الاسماعيلي وقتها بالظبط. النقطه الثانيه الدكتور كمال بيقول لعيبه اسماعيلي انا واخد منك اسلام الشاطر منك انت وانت كنت واخده من اسماعيلي وهو رفض بركات وانت خدته. الله يا دكتور مش انت راجل علم. هي دي بقى انت اتخانقت على محمد عبد الله فضل الاهلي، اتخانقت على الشريف عبد الفضيل فضل الاهلي، جريت ورا خالد بيبو جه الاهلي، اتخانقت عشان عبد الله السعيد جه النادي الاهلي، عملت خناقه كبيره جدا على كل لعيب جه النادي الاهلي الكل جه النادي الاهلي. طيب بقالنا كام سنه ما خدناش لعيبه من الاسماعيلي وهم بقالهم كام سنه بياخدوا لعيبه من الاسماعيلي اللي بيقولوا بياخدوا لعيبه الاسماعيلي. فين البطولات هنا وهنا؟ هي دي. ثانيا طب فين لعيبه الاسماعيلي اللي استمروا في انديه غير الاهلي؟ الاهلي السنه دي عرض على الاسماعيلي يشتري متولي، الاسماعيلي رفض وتمسك. في الوقت اللي الزمالك خد ابراهيم حسن وراه طبل وزفه وفرحه. محدش زعل؟ محدش زعل. قبل كده طب هي لعيبه الاسماعيلي، المهندس عدلي قال حاجه. ما سياده الدكتور اللعيبه دي ما كانتش في الاسماعيلي. ده كل واحد مر على الاسماعيلي لعب سنه او سنتين وانتقل لنادي اخر اللي راح شيفيلد يونايتد الانجليزي واللي راح تركيا واللي راح معرفش في السعوديه واللي راح قطر واللي راح في حته ثانيه وده سوء احتراف. انت السنه دي جبت 17 لاعب السنه اللي فاتت قدهم او اكتر وعايز تجيب تاني والعمليه مفتوحه. حد قال الزمالك بيفرغ الانديه من لعيبتها؟ حد قال ان الزمالك لما جاب اربع خمس لعيبه مره واحده من اتحاد الشرطه نزل له درجه ثانيه بعد ما كان بينافس على المربع الذهبي في دوري المجموعات؟ حد قال انه الزمالك بيشتري من انبي قعد كذا مره كل الطرفين ما يبقوا كويسين في انبي ياخدهم؟ حد اتكلم؟ ما حدش اتكلم. تاخد انت لعيب واحد تجيب لاعب يبقى الاهلي هو اللي فرغ والاهلي بيكسب البطولات بلعيبه الاسماعيلي. طب هي لعيبه الاسماعيلي وهي مع الاسماعيلي ليه ما خدوش البطولات؟ إذا كانت المسألة بهذا الشكل. بس هي في الأول وفي الآخر شماعة وربنا يخلي صناعها للأهل. لا بس هي إشكالها إنها لما تتوارث الناس تقولها بيقول لك بقى باستسهال بقى بس لا لعيبة الإسماعيلي لحد النهاردة بتسمعها حاجة غريبة جدا. يا إخوانا طب أنا لما جوليش كان هيروح للمنافس دائما كان اللي ينافسني على صفقات الإسماعيلي كان نادي الزمالك. أيوة الله كان بيسعى لإيه هو بقى ساعتها؟ تفريغ الإسماعيلي؟ لا. طيب انا الكابتن رضا سيكا وكابتن اسلام الشاطر ها راحوا الزمالك ها
في 2003 2004 اللي هي الموسم اللي بنقول قعدنا ناخد ونفرغ. كنت انا خدت مين بقى ساعتها؟ 2001 رضا سيكا واول ماتش بتاع 6-1 اه كان موجود فيه. ايوه انا ما خدتش يعني الا الكابتن بركات من العربي اللي خده من اهل جده. يعني طول ما هو بره هم ملوش لازمه بالنسبه للناس، لكن يرجع عندنا ده عيبنا. خدتهم الاسماعيلي، خدتهم الاسماعيلي. طب انا خدت الكابتن احمد فتحي منين؟ شيفيلد يونايتد، ودي كانت تاني تجربه احترافيه له. الاجمل من كده بقى هي اللعيبه اللي بتسافر بره دي، والكابتن نحاس واخده من تجربه في السعوديه، النصر السعودي. النصر السعودي شوف العظمه، وكان يقدر يستمر هناك. والاسماعيلي بيعه والنصر عرضه للبيع بعد ما محسن صالح مشي. هو اللي انا عايز اقوله، اللعيبه دي بتفضل ترجع مصر وهي محترفه في الخارج عشان النادي الاهلي. ليه؟ عشان عارفين لو رجعوا الاهلي فرصه انه ياخدوا البطولات موجوده، لان في عنصر مضاف من النادي الاهلي ان هو ما بيتكلمش. عارف العنصر المضاف؟ لا بيكلمك عن الحظ، ولا بيكلمك عن السحر، ولا بيكلمك. ما عندوش مصنع شماعات. هيجي يقول لك ما بيصنعش شماعات، ولا بيكلمك عن التحكيم. هيجي يقول لك ما انت بتتكلم عن التحكيم اهو، وهقولها في حينها دي. تحدثنا عن التحكيم عندما يكون هناك مجال للجدل. ايوه. لم يحتج النادي الاهلي الا لما شعر إن لا العلم فيهم حاجه، ان المنافس حتى بيقول لك اكد ضربات. انت لو سالت الفريق اللي كان بيلعبك هيقول لك هي ضربه وجون صحيح وضربه جزاء. كابتن مختار قال كده. واخد بالك؟ لما تسال الزملكاويه التحليل عندما يتفق كل الناس على حاجه يبقى القائم عليه مش قادر يبرر. الاهلي هنا تحرك وبيان، وهنناقشه كلمه كلمه عشان تعرفوا كيف يصدر تصدر البيانات المدروسه. طيب شغل بقى المنافله، طلع لي يا شوارب الشماعه الجديده قوي. عملوا اتغلبنا 2-0 دي حاجه من عند ربنا. احنا اتغلبنا، انت عارف لو كنتوا كسبتوا كانت مصر ولعت فينا. احنا كسبنا من السحب والشعواذه. على الطلاق من بيتي ما رحتش ابراخيت دي من 10 سنين. لما كنت رايح لعماد الجلد ابارك له لما طلع. ولا شفتها بعد كده، ومش انا اللي بعمل سحر، لا، ان حبايبنا اللي في النادي الاهلي شغالين في القصه دي بقى من كتير. ده هم انا ما رحتش ابراخيت. بقول لك تاني واتحدى تاني يا عمرو، واتحدى. بيقولوا على الفيسبوك انك اخذت فانيلات اللعيبه ورحت لواحد ساحر هناك. يا بيه انا بقول، انا ما اعرفش اكذب، انا بقول لعوار انت عارف عينك. بقول لك اتحدى ما شفتش ابراخيت دي من 10 سنين تقريبا. كنا 97 او 97 بقى لنا كام سنه؟ 8 سنين من ايام عماد الجلد صديقي العزيز، كنت رايح ابارك له لما طلع، واخد بالك؟ وما رحتش ابراخيت. طبعا شرفني اروح ابراخيت. يبقى عملت السحر في حته ثانيه. بس انا بقى بدل ما اروحش ابراخيت، ما في بلاد في المنصوره ما رحتش. ايوه يبقى رحت فين بقى بالفانيلات؟ ما رحتش. انا راجل بص، السحر موجود في القران تمام. وانا شاري احسن لعيبه موجودين في مصر، مش محتاج سحر. اللي محتاج السحر بقى وابو رجل مسلوخه والكلام ده. ابعدوا عنا جامايكا، لان جامايكا كان شغال ماتش برجل العرب 100 100. عايز لاعب النادي الاهلي راجل لراجل، مدرب لمدرب، لاعب للاعب، لاعب للاعب. انما حضرتك هتعمل لي سحر زي المره اللي فاتت، انا بقول لك دي مش رياضه. انا عايز لاعب الاهلي راجل لراجل، انما سحر لسحر لا. انا ما اعرفش ازاي ممكن فرقتين يلعبوا يستحموا بميه وملح بقى، ينزلوا الملعب نضاف قوي. انت عامل مش نزل رش شفت الماتش اللي نزل الاداري بتاع الزمالك؟ قبل ما يدخل عند الاهلي. هو فكره السحر طبعا مذكور في القران مؤكد، لكن ان فكره ان بس اصبر عليها بس عشان القرآن. لا والنبي عشان خاطري اتفضل ما تقطعنيش وانا تطلعني بقول لا تقربوا الصلاه. هعمل لك سحر. لا بتعلق بعد ما اخلص جملتي يا ابراهيم. السحر مذكور في القران خلاص، ولكن مساله انه يبقى هو سبب فوز ناس بتاخد بالاسباب. لو ان الحقيقه الفريق يفوز باي فريق يفوز بالسحر، ليه ما بنكسبش كاس افريقيا باستمرار؟ ليه ما بنكسبش كمصر كاس العالم ونروح كاس العالم باستمرار؟ هل لان كل واحد عنده سحر اقوى من الثاني؟ يعني السحر بتاع الاهلي ده مع عصا موسى مثلا، يعني ايه الكلام ده؟ كلام ما يتقال. السحر في القران له سياقه وسياق في فلسفه
مفروض ما يتخدش بالخفه دي. يعني ما نيجي في الكوره نقول لك السحر. شوف علشان حته القران، لان كل واحد يكلمك يقول لك ما هو السحر مذكور في القران. يا عم ما تكمل، ما هو بقيه الايه اللي بتنص على السحر معناها وما هم بضرين احدا به الا باذن الله، ما هم بضرين به احدا به من احد الا باذن الله. عشان بس نقول نص الايه، يعني مهما سحرت ومهما عملت مش هتفيد او هتضر الا باذن الله تعالى. ده للناس اللي بتردد دايما كلمه ما هو السحر مذكور في القران. طب ما كل حاجه مذكوره في القران. الله، ما العمل مذكور في القران، ما الاخلاص، ما النشاط، ما الصدق مذكور في القران. هو انت بتدور بس على ايه اللي مذكور في القران؟ ما هو مذكور في القران ومشروط انه مش هيضر ولا هينفع ولا حد هيفيده بحاجه الا باذن الله. فالمساله مقرونه بمشيئه الله. لكن فكره تعالى لعبوني راجل لراجل، يعني مشيئه الله تتجلى في ان يتغلى موسى بسحره عن سحر لهدف المعجزه السحرة. عشان الناس تعرف ان نازل بمعجزه. بالظبط، نازل برساله يؤمنوا بها عشان ما يشوفوا معجزه. هذا هو، نحط ايده تطلع بيضاء من غير سوء. هذا هو السحر الذي بمشيئه الله يتحقق. بالظبط، انما عشان تكسب ماتش كوره تروح لساحر، كلنا يلا بينا نروح للساحر. انشط ناس في السحر والشعوذه وكلنا بنشوفها في المدرجات الافريقيه الاخوه الافارقه. لو هي بكده لكان الاهلي قدر ياخد بطوله، ولا كان في فرقه غير الافارقه خدت بطوله وكان زمانهم كسبوا كاس العالم كتير. كانت اوروبا المتقدمه المتحضره ما كسبتش ولا نجحت في اي حاجه. يا جماعه احنا في القرن الحادي والعشرين، صدقوني ده عبث. يا استاذ ابراهيم، في نقطه مهمه جدا. انا يوم ما اقنع فرقتي ان الفريق المنافس ده بيكسبني بالحس بالسحر، انزل قدامه الماتش وانا منهزم. طبعا. طب هعمل ايه مع السحر؟ ما انا اقدر. الشبكه مقفوله بيقول لك. ما لعبوني راجل براجل، ماشي. طب انا نازل وانا عارف ان ده ما بيلعبنيش راجل براجل، ده راجل ساحر. يكسبني ازاي؟ طب يوم ما بيكسبني بقى، هو انا ما رحتش للساحر؟ يعني ليه انا خسرت انا بقى؟ انا اللي بعمل السحر مش انت. مش هقول لك انت اللي كسبتني بالسحر. انا اللي بعمل السحر. ما كسبتش ليه يوميها؟ انت رحت للساحر اشطر؟ بس انت بتقول انا ما بروحش للساحر. منافس بتاعي بيروح للساحر. فالاستناد على حجه السحر والحظ والغيبيات في مكان الجهد والسعي والاخذ بالاسباب وقيم العمل يؤدي الى انهزام نفسي قبل ان تبدا المنافسات. عرفتوا ليه الاهلي بيكسب؟ عرفتوا ليه الاهلي عمره ما فتح فرع لمصنع الشماعات؟ وان في ناس مصانع الشماعات عندها كترت قوي قوي في ملاحقه الاهلي بيها. وده للناس للجمهور، انك باستمرار هتسمع حاجه، باستمرار هتلاقي في تشكيك في بطوله. طول ما هذه الاصوات موجوده وطول ما مصانع الشماعات دي شغاله، اعرفوا ان الاهلي خير تاني لانه بيشتغل. اذكرك بنقطه مهمه جدا، لان انت جيت لاخر الشماعات يعني. المثل الذي اقوله دائما، انا وسعادتك في بنك، البنك نزل كورس وبيقول لك اطلع. اصل دي صدفتني انا وانا بشتغل في مكان ما، كان يطلعوا عشان يحضروا كورسات تدريبيه. ناس كانت بتروح توظف وناس تروح تروح. يرجعوا وخلاص انت حر. بعد سنه اتنين يلاقوا اللي بيمظبين على الكورسات اترقوا، بيسبقوهم في كل شيء. الناس شايفه ان ده اكفى من ده، فيبتدي يقول لك اصل ده بقى ابن فلان. ابن فلان ومراته تعرف مرات المدير. لا، وفي بقى اللي ما فيش بقى حاجات عائليه يقول لك اصل انا دم تقيل على قلبهم لاني صريح وقال اللي في قلبي على لساني وبقول للعوار وما بنافقش وبيقول لك الفاظ ثانيه وما بعملش مش عارف ايه، وهو طول النهار يلمع اوكر وينافق ايه سبب غير الاجتهاد. ايوه، فيظل هذا يترقى ويظل هذا يحتج ويظل الاهلي يكسب ويظل عمرو اديب بيدور على سبب تاني خالص بعد كل دول.
انا عارف ان الوقت مش مناسب بجد وما كنتش ناوي ابدا ان اقول كده بس مش قادر. الف مبروك للنادي الاهلي والرحمه بقى يا زمالك، الرحمه بجد كده ما ينفعش. انا اسف. مساء الخير يا مستر عمرو. اهلا مستر ايز. ازيك؟ اهلا اهلا. ايه الاخبار؟ الحمد لله كويس. كله جميل. ايه مالك زعلان ليه؟ ده انا متنرف، ده انا ده انا في قمه يعني. انا بجد انا اسف جدا اني بتكلم في موضوع زي ده شخصي او يعني شخصي هو او لكن لان هي العلاقه فيها مشكله، هو موضوع شخصي. لا مش على كده، على انه مش وقته ان احنا نتكلم في الموضوع ده، لكن مش معقول. ده بقى عامل زي الدرس اللي بتخش تاخده في المدرسه المقرر. انا رايي انه لعيب في الشورت الاسود. الشورت الاسود مش نافع، الشورت الابيض. لا لا لا، الشورت الاسود كابس من تحت. ازاي كابس؟ عارف من الناس مش قادره. عارف الاهلي بيلعب برضه بشورت مش كابس من تحت، يعني انا حاسس. وهو انت عارف طبعا الحزن في القلب، يعني الاسود ده اصل الحزن بيبقى في القلب، مش يعني مش تحت. تاتي من الكبس من تحت. والله يخف الدم طبعا، لازم الانسان يحييها. وقال ابو عوف زي ما الكوال ان المرحوم يوسف ابو عوف وكيل اول وزاره الشباب هو كان زملكاوي وكانت معروفه وله الكثير من المواقف بمناسبه ان الاهلي بيكسب بالشرط الاسود. لا عشان الشرط كابس. بالمسؤولين بالدوله. ايوه صحيح. 80% من المسؤولين الذين تعاقبوا على رئاسه الشباب والرياضه، الشباب والرياضه مش اهلاويه. صحيح. والاهلاويه اللي جم، واحد جه قعد سنه، كابتن طاهر ابو زيد، وطاهر ابو زيد جه خلص على الاهلي ومشي. الاثنين الاهلاويه فقط. الاستاذ عمرو قعد سنه ومشي، وجه الكابتن طاهر ابو زيد حل مجلس اداره النادي الاهلي. محدش حل مجلس اداره النادي الاهلي غير في كل الوزراء السابقين غير الكابتن طاهر ابو زيد ابن الاهلي. حد حلهم؟ لا. وحلهم لمده 3 ساعات. في قبل ما يغادر مكتبه ب3 ساعات كان اخر قرار مضاه عشان يطمئن ان المجلس ده ما يكونش موجود ويبقى فيه. وحط بقى كل البنود اللي بالي بالك في اللائحه، ومنع الاهلي يعمل لائحته. هذا هو. ولكن كان قبل ما يصدر الدستور الجديد، يعني قبل كان الدستور قبل الدستور اللي هيصدر بعد ساعتين. أيوة. ولذلك اتقال له هذا سيخالف الدستور، قال لك الحق. فالمهم اللي انا عايز اقوله ان دي بترد برضه على حاجه سابقه، الاهلي بيكسب بالحكومه نادي الدوله. ايوه نادي الدوله. ما انا قلت لك لا، هو اللي ما حطوهاش هنا ان الاهلي على راسه ريشه، بس هي دي ريشته بقى. كل الحاجات دي انك تقعد تقول كده والاهلي ريشته انه لا يلتفت الى كل ده، بيعمل يجتهد يخلص زي ما احنا شايفين نموذج لم يسبقه ليه احد في الوصول الى مشروع نظام اساسي يصوت عليه بالزبط. محل التقدير والاحترام من كل الناس. وجبنا الاستاذ محمد سيف قال ايه، وغيره المهندس هشام حطب قال ايه. فهو ده حظ الاهلي وسحر الاهلي وحكومه الاهلي ودوله الاهلي بكده بالشغل ده. الاهلي يعيش في كل الضغوط وبيعمل بمنتهى الطاقة عشان يحقق مشروع العيلة زي ما بيقول، اللي ماشي في جدوله. لم يبقى شيء جامد واحد عايز يتحرك إلا مشروع الاستاد، ولا له ظروف كلنا يعني ندركها، لكن بإذن الله يتحرك برضه بوجود النادي الأهلي، لأن طالما أنه في نطاق استثمار هتقدر تحركه. فاللي عايز أقوله خد بالأسباب انت واشتغل، وسيب غيرك يحسدك. هذا كلام لازم يكون بقى مفهوم. سيب غيرك ورا مصنع الشماعات يدور على اي شماعه جديده. قالوا الاهرام الاهلي بيكسب مثلا عشان بيضم لعيبه بياخد فلوس من الاهرام. قال لك العقد بتاعه، لا العقد بتاعه عشان الاهرام بتجامله. قال الاهرام بقى له كام سنه وكانت اغرب حاجه، والاهرام زعلان انه ما بياخدهاش دلوقتي. بالظبط. الاهرام يدخل المزايده مع شركة صلة على مزايدة شراء حقوق رعاية النادي الأهلي توصل لنص مليار جنيه تقريبا، ويخسرها الأهرام فرق 250 ألف ولا نص مليون حاجة كده. طيب الأهرام ما كانش موجود في الدورة اللي قبلها،
ارقام الاهلي كانت عامله ازاي. هو ده ناس بتشتغل وبتعلي القيمه بتاعتها، القيمه التسويقيه بالنسبه لها، وبطولات ونجاحات بتعلي القيمه، وناس شغاله. اقول لك بالعكس بقى، وكله بيتكلم في الحكايه دي. ميزانيه الاهرام ودخلها كان كام، وهي معاها رعايه الاهلي وكانت بتدفع اعلى رعايه اللي بيتجامل بيه الاهلي، واديرت وحجم الدمج اللي حصل في الميزانيه دي والخسائر نتيجه ان الاهلي مش معاه. خسرت عميل كبير. مش خسرت العميل، لا انا مش عميل. انا بالنسبه لهم شريك، زبون. اه يعني انا هم خدوني وخدوا حقوقي واشتغلوا بيها، انا مش ما خدتش منهم، انا خدت منهم فلوس، هم خدوا الايمج ده عملوا منه فلوس قد ايه. فهم كانوا جادين انهم ياخدوك عشان يقدروا من الايمج بتاعك او الصوره الذهنيه بتاعتك يحققوا مكاسب تملي كانت تزيد عن ضعف اللي بيدفعوه. النهارده ليه الاهرام حريص وبيخش المزايدات دي؟ لانه عارف انه مهما دفع هياخد ويكسب. فالاهلي هو التجاره، يعني التجاره التي يمكن ان تراهن على انها لو خدتها باذن الله تحقق مكسب. ربنا يخليكم للاهلي يا بتوع الشماعات، لكن اللي ما يعرفش يقول ايه؟ اللي ما يعرفش يقول ايه؟ يقول ايه يا باشمهندس؟ ما اعرفش. ما تعرفش. طيب، في ملك وكتابه الحلقه الماضيه موقف للكابتن مدحت شلبي انه الراجل كان يستهدف قناه الاهلي بالخصوص، كان ضد انه قناه الاهلي تدخل اس ان جي جهاز وحده البث المباشر يدخلها للاستاد، وهو في النيل للرياضه لما شاف الاس ان جي بتاع قناه الاهلي قال لك ده خطر على الامن القومي وده ممكن يعلن انقلاب وما ينفعش يكون موجود الا في الاعلام الحكومي ودي مسؤوليه وده محقق من الاهلي ده شو مخابراتي وتحريض الحق الاهلي يعمل مصيبه. بعد شهور الراجل انتقل الى قناه مودرن سبورت، وقتها كان الكابتن مدحت عايز يدخل الاس ان جي نفس الجهاز لنفس الملعب، فقال لك يا جماعه ما تدخلوه للجهاز، هو في ايه؟ هو احنا بنعمل ايه يعني؟ ده ماتش كوره، هو احنا بنذيع ماتش كوره؟ الاهلي كان هيذيع انقلاب لكن مودرن تذيع ماتش كوره. شفنا موقف الكابتن مدحت من قناه الاهلي انه مش من حقها ابدا تذيع ماتشات، وانه ما فيش قناه في العالم على حد تاكيد الكابتن مدحت بتذيع ماتشات كوره على الهواء. لما الراجل انتقل لقناه نادي بقت بتذيع الماتشات. عشان كده سجلنا ورصدنا في الحلقه الماضيه هذه الاراء المتناقضه جدا. لكل الاحترام كابتن مدحت علق على ما قال قلناه في ملك وكتابه نشوفه. انا بفتح اليوتيوب النهارده فببص لقيت صوره الاصدقاء الاعزاء جدا عدلي القيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي، كباتن عدلي القيعي وابراهيم المنيسي، وانا في وسطيهم. قلت ايه الموضوع ده؟ فدست قلت اتفرج. تقريبا حلقه كانت امبارح او امبارح انه الحدث اللي بيتكلم فيه او امبارح حدث قريب قوي. اولا انا بشكرهم جدا على حاجتين. الحاجه الاولانيه ان هم اوجدوني قرابه النصف ساعه اعتقد يعني على قناتهم، فاللي ما شافنيش في قناه بيراميدز هيشوفني في قناه الاهلي، دي حاجه جميله كتر الف خيرهم عليها. ادي واحده. الثانيه ودي بجد بقى مش اسقاط ولا حاجه، الاثنين كانوا في منتهى التهذيب وهم بيتكلموا، ودي اخلاقهم اللي احنا نعرفها عنهم يعني. يعني ودوا مثال اذا انت اختلفت مع حد ازاي تختلف برقي بدون ما تغلط وبدون ما تطلع الفاظ دمها تقيل. فالاثنين كانوا جمال ومحترمين جدا. طبعا هم جابوا لي حاجات من 2007 وانا بتكلم على البث الفضائي وازاي ان القنوات الانديه مش من حقها ان هي تاخد المباريات على الهواء مباشره، هتعمل مشاكل. وقعدوا جابوا لي مش عارف من 2007 من 2008 قلت ده يعني حافظين اكتر مني، والله ما كنت فاكر انا الكلام ده خالص. وجابوا لي حاجه حديثه والكلام ده كله حلو الكلام. طيب انا بس هرد عليكم يا جماعه رد برضو بنفس، وانا دي طريقتي انتوا عارفينها يعني. 2007 لوائح الاتحاد الدولي من 2007 ل 2018 بتتكلم في 11 سنه. 11 سنه دول وانا راجعت الكلام ده كله ما بقولش هاجس يعني، 101 نص في لوائح ومواد الاتحاد الدولي اتغيرت. والذي لا يعلم
ان هناك تغييرات تبقى مشكلته. يعني ما تقولش اعرف، لكن عيب ان انت تقول انا اعرف وانت لا تعرف. اتغيرت من ضمنها حقوق الانديه في البث الفضائي. راجع بقى كده قواعد الاتحاد الدولي انت تعرف. لكن ما عنديش مشكله، وانا بشكركم مره ثانيه ان انتم خليتوني على قناتكم لمده نصف ساعه كده. الكابتن مدحت اعلامي مميز بالتاكيد، مش مساله انت مختلف ولا متفق معاه، مش دي اللي هتعمل مكانته وضعه. الراجل مكانته وضعه مش محتاجه مننا اي مجهود اشادات ولا بتاع، مش احنا اللي بندي الصكوك دي. الراجل موجود بحجمه بنجاحه بنسبه المشاهده، واحنا ايوه جبناك لانك راجل مهم. لما تقول كلام بنختلف عليه يبقى صادر من شخص صاحب تأثير. صحيح. لو انت مش صاحب تأثير هنعمل معاك زي اللي بنعمله مع الناس اللي هم غير مؤثر، ما نجيبكش. فلكونك اعلاميا صنع الرأي العام مش تستحق، لا ده من واجبنا نجيبك هنا على الشاشه ونختلف بالرقي اللي انت بتقول عليه، ونظل نختلف، وهو ده الحوار والحراك الاعلامي المطلوب. لكن في الاخر احنا ما بنقولش راينا، احنا بنقول هو قال كذا ورجع قال كذا، ما نعرفش راينا. يعني مثلا انا ما اعرفش المواد اللي اتغيرت حقيقي يعني، وهو اجتهد اكتر مني وعرف ان في 101 بند اتغيروا، بس ايه البنود اللي خاصه اللي كانت بتمنع قبل كده ان القنوات تذيع اللي بتمنع ثم سمحت. انا عايز بس البند مقارن، يقول لي البند ده كان بيقول ممنوع والبند ده بيقول كده، يبقى كسب فيها ثواب وزادني تثقيفا، وكده هعتذر له واقول له والله ما انت كان عندك حق، انت في الاول كنت في وضع لائح معين وفي الاخر انت في وضع لائح معين عداك العين. طيب هنا طبعا ان احنا نلتزم باللغه الراقيه في الحوار دي مساله اعتقد حضراتكم مؤكد تكونوا شايفينها وملاحظينها على ملك وكتابه من اول ما بدا. احنا كنا اكتر حد ارسى مبدا لابد ان يكون الخلاف مع المكتوب مش مع الكاتب، ومع ما قيل وليس من قال. لكن في نفس الوقت لما الكابتن مدحت يقول ان احنا تعمدنا نجيب حاجه قديمه من 2007، لا بالمناسبه قناه الاهلي بدات في اغسطس 2008، يعني 2007 دي مش تبعنا، يجوز اهلي تاني، مش ده الموضوع. انت حسبتهم 11 سنه من 2007 عشان تبقى 2018. ما هو انت لما غيرت الراي ما غيرتوش السنه دي ولا النهارده، ده غيرتها بعد قناه الاهلي في مودرن سبورت على طول كانت شهور. فهنا حفظ التواريخ بس مهم شويه. الاهم من كل ده ساعه لما الاهلي اطلق قناته عمل ورشه عمل محترفه من خبراء من الدوري الانجليزي، جم عملوا محاضرات في مصر اكتر من ورشه عمل، كان التاكيد فيها على حق النادي في ملكيه مبارياته، وتقال ان عندك كذا طريقه، يا تبيع لوحدك يا تبيع ضمن باقه، يا يعني ده بيع للي انت تبيع. ده في المطلق بقى مش بقى قناتك انت حر، انت صاحب المنتج، انت صاحب هذا المنتج، كان الخلاف والمنتج بتاع مين بالظبط اتحسب بدل النادي. ايوه لما الاهلي اخذ على عاتقه بعد ما ظهرت قناته في اغسطس 2008 اخذ على عاتقه مهمه ومسؤوليه تحرير سلعه مباريات الكوره لصالح الانديه، ووجه بحرب شعواء والحمد لله من قناه مودرن سبورت تحديدا وكل من فيها وقتها، مش بس الكابتن مدحت، كتير كانوا اللي فيها شنوا حرب شعواء ضد النادي الاهلي وضد مجلس ادارته وقتها برئاسه الكابتن حسن حمدي، والاهلي تحمل الكثير من اجل تحرير هذه السلعه التي يتمتع بها كل الانديه دلوقتي. كل الانديه اللي بيجي لها عوائد بث كبيره جدا مدينه بالشكر والامتنان لموقف النادي الاهلي اللي رجموه كتير جدا في 2008 او ابتداء من 2008. عشان كده لما الاهلي اخذ هذا الموقف ده كان بموجب اللوائح وبموجب القانون وبموجب الشرعيه او الوضعيه الدوليه كلها كانت عامله ازاي. ان يتقال الكابتن مدحت لا ده فيه لوائح اتغيرت وفي 101 مادة اتغيرت، فأنا بتضامن مع المهندس عدلي في الرغبة من التعلم من الكابتن مدحت شلبي،
يا ريت ما دام الراجل اهتم بيقول انا ما طلعتش اتكلم الا لما رجعت، يا ريت المواد اللي انت رجعتها واللي بينت لك ان الاهلي ما كانش له حق قبل كده يذيع ماتشاته على قناته واصبح ليه الحق، او اي نادي اعطي هذا الحق وما كانش قبل كده موجود، يا ريت نشوف نص الماده ولا غرض ان نكون مخطئين وخلاص والكل يتعلم، بس نشوف ابعت لنا واحنا هنعرض نتعلم ونقول للناس ان احنا غلطانين. بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. النادي الاهلي بعد ما فاض به الكيل، والنادي الاهلي بعد ما شاف هذا الموقف الغريب جدا من التحكيم، والنادي الاهلي بعد ما كانت المساله وصلت لدرجه يصعب السكوت عليها في مباراه الفريق مع الانتاج، وبعد ما الكل اجمع انه الاخطاء التحكيميه اللي وقع في الملعب غريبه الشان جدا، وتقريبا القائمين عليها نفسهم مش قادرين يفسروها ولا يبرروها، فبدا وكانه هناك كلام كبير وكثير مسكوت عليه. ما كان على مجلس إدارة النادي الأهلي إلا أن يصدر هذا البيان المهم جدا اللي انطوى على بيان للموقف سبب هذه الغضبة، ثم عرض لحلول، ثم توضيح للمواقف أو الخطوات القادمة اللي ممكن يحصل فيها. احنا بنقراها تاني التطورات. احنا بنقراها تاني لأن في تعليقات حصلت عليه هنفصصها ونجيبها. هذا البيان أثار الكثير من حالات الاستهبال والاستبيان. في ناس استهبلت وهتهاجم الاهلي وهتهاجم مجلس الاداره بغض النظر عن اللي هيقولوا ايه او دوافعه من كده ايه. وفي ناس كان عندها رغبه في الاستبيان او محاوله الوصول للحقيقه ايه سببها. لقي هذا البيان ردات فعل مختلفه، قالت الاهرام المسائي الاحمر يفتح النار، المجلس يهاجم نور الدين ويطلب التحقيق مع الحكام. وقالت الأهرام الأهلي يطالب بالتحقيق مع نور الدين وإبعاده عن التحكيم. المسا قالت في بيان رسمي الأهلي يطالب الجبلية بالتحقيق مع طاقم التحكيم. الأخبار قالت في بيان غاضب الأهلي يهدد بالانسحاب من الدوري. المصري اليوم قالت الأهلي ينتفض ضد التحكيم، مجلس الإدارة يطالب بالتحقيق مع إبراهيم نور الدين وإبعاده من إدارة مبارياته. الأهرام قالت الأهلي يرفض الضغوط ويتمسك بنزاهة منظومة التحكيم قبل استئناف مسابقة الدوري، والنادي لاتحاد الكرة إذا كان الهدف إسقاط الفريق فعلينا توفير النفقات. جريدة الوطن قالت الأهلي يشعل أزمة الحكام بأربع مطالب وتهديد رسمي بالانسحاب من الدوري. النادي في خطاب للجبلاية ضرورة تطبيق الفار، الاحتفاظ بكل حقوق التصعيد وإمكانية إسناد مباريات الفريق لحكام أجانب يتحمل الأحمر تكاليفهم. في الأهرام الاتحاد بيرد نرفض تهديدات الأهلي، وبيأكد الاتحاد الأهلي استفاد كثيرا من أخطاء التحكيم والتحقيق في حالة اتهامات الذمة المالية ونسعى لمعالجة الأخطاء. وأيضا لجريدة الوطن اتحاد الكرة بيرد على الأهلي مطالبكم مرفوضة ولن نطبق تقنية الفيديو. عبد الفتاح يدرس الاستقالة ويؤكد بيان النادي غير مقبول، واللجنة لا تحقق إلا مع الحكام المرتشين. جريدة الوطن قالت نور الدين قال لمساعديه غرقتوني وصدمت عندما شاهدت ضربة الجزاء غير المحتسبة والهدف الملغي. الحكم يعلن رحيله عن السكة الحديد لنفي التواطؤ مع بيراميدز. وبيوضح الحكم لجريدة الوطن خطأي الوحيد عدم طرد الشناوي. ده الحاجة الوحيدة. المصور في ملحق رياضي كبير الأهلي يهدد وعصام عبد الفتاح يتحدى لن نذبح الحكام. قالت أيضا المصور الأهلي يهدد وعصام عبد الفتاح يتحدى نور أخطأ ولن نذبح الحكام، تطبيق تقنية الفار في مصر تحتاج للتكاليف مهولة غير متوفرة في مصر. عصام عبد الفتاح قال للأخبار نحترم الأهلي ولكن الحكام خط أحمر. الشروق قالت فار إيه يا أهلي، ده بقلم حسن المستكاوي.
في الجمهورية بدون مجاملة الأستاذ محمود معروف حاول يجر شكل، قال عيب جدا جدا أن يهدد النادي الأهلي بالانسحاب من الدوري لعدم احتساب ضربة جزاء وإلغاء هدف صحيح في مباراة الإنتاج الحربي. بيقول أنا شخصيا بصوا بقى أتهم حكم مباراة الإنتاج الحربي والمقصة بالتواطؤ لأنه طرد مختار مختار دون سبب وسط ذهول الجميع، واتضح أنه طرده حتى لا يكون في الملعب في مباراة الأهلي والإنتاج الحربي. منتهى عدم التعصب الحقيقة. الحقيقة المباراة بين الإنتاج والجونة كانت بين الإنتاج والجونة وليس المقصة، وكان الحكم محمود وفا. وهو يعني عايز أعرف الحكم اللي بيطرد اللعيب اللي بيطرد ما هو بيدير من فوق. وهو إيه المشكلة يعني؟ لكن ما علينا، أنا بس اللي لافت نظري في كل هذا الأمر في كثير من كابتن مختار اطرد علشان رمى كرسي رمى القميص بتاع اللاعب البديل على كرسي الحكم الرابع بغضب من التحكيم. ملناش دعوه بالقصه دي. انما هو اطرد عشان ما يوقفش يكاتشن قدام الاهلي. لا ده كلام يضحك. طب ما هو تعادل اهو. مثلا، ويمكن لو هو تحت احتمال كان الحكم شاف البينالتي. ايوه واخد بالك. لكن بقى علينا يعني، انما اللي انا لاحظته كرر كتير عدم الاتفاق مع النادي الاهلي على مبدا الانسحاب عشان كوره لم تسجل. انا بس عايز اوضح، الاهلي قال ايه؟ عايزين تطبيق الفير بلاي، لم يطالب بالثلاث نقاط، لم يطالب باعاده المباراه، لم يطالب بايقاف الحكم. قال لك او لم يطالب بانه هذا الحكم لا يدير مباراه ليه. يعني لو تفتكروا حضراتكم واحنا بنقرا البيان الحلقه الماضيه قلت لكم الاهلي حتى في البيان مش بيطالب بحاجه شخصيه، ما قالش انا مش عايز ابراهيم نور الدين والطاقم ده أنا ما يشتغلونيش بعد كده، لكن قال شايف ان هم يجب ابعادهم عن التحكيم. قال حقق علشان مثل هذه التصرفات هذا النوع من التحكيم لو ثبت لك انت اللي هتحقق. احنا النادي الاهلي اول ما احتج فقط عندما كان هناك اجماع من القاصي والداني اللي اتفرج على المباراه في البيت واللي في الملعب واللي في الاستوديو التحليلي، الزمالكاوي والاهلاوي والاسماعيلاوي بتاع الانتاج وبتاع النادي الاهلي، لم يختلف احد على صحه الهدف وصحه ضربه الجزاء، ولم يختلف احد ان اللاينز مان شايفها، الحكم الخامس شايفها، وكابتن نور الدين شايفها، وان كابتن نور الدين كان هيصفر. دي هنأجلها شويه لان في تفسير جديد دلوقتي لاخراج الامر ان الغلطه كلها عند الحكم الخامس اللي ما كانش متمركز كويس. ايوه، وعند اللاينز مان اللي دي مجموعه المبررات اللي ما كانش متمركز كويس فتخش في اخطاء التقدير. ايوه واخد بالك، مش العمد. كابتن عصام عبد الفتاح، انا بس ايه استحملني في الجزئيه دي، كابتن عصام عبد الفتاح وهو يتعامل في هذه القضيه، احنا عندنا فقره مخصوصه للكابتن عصام. ااجل طيب هاجل دي، لكن اللي عايز اقوله يا جماعه الاهلي ما قالش هنسحب عشان اخد الثلاث نقاط، هو قال ايه؟ انا طالب 1 2 3 4 وطالب التحقيق، اذا ما حصلش الكلام ده احتفظ بحقي للتصعيد، لانه بيتوقع ردود فعل. والحقيقه ما توقعه وجده، المكابره والمهابده والمناهده والشغل اللي تملي ياخدك في سكه تانية. ولما هنيجي عند اقوال وتحليل اقوال الكابتن عصام عبد الفتاح هنكتشف هذا الكلام. فالاهلي ما قالش انا منسحب الا اذا عملتولي كذا، ما قالش لسه دي. القد اصعد الى حد الانسحاب تفص بحق لو لم تستقم الأمور. تستقيم امور التحكيم. أيوة. مش معايا، ما قالش معايا، قال تكافؤ الفرص بين الجميع وهذا الكلام الفار اللي عمالين يتناوزوا عليه ده. عندنا لقطه له، عندنا لقطه يعني ده تم الاتفاق عليه. حتى عايز اقول لحضراتكم على حاجه، من سنتين لما اتقال يا جماعه العالم كله شغال بالسماعات طاقم الحكام مع بعضه، كانت المبررات من الكابتن عصام ومن اللجنه وقتها ومن اللي قبلها
التكاليف وهنجيب منين، وانت عارفين السماعة بكام والفردة الواحدة بكام واحنا ظروفنا كده، لغاية لما ربنا سهل والشركة الراعية اشترت لهم السماعات. إذن الكلام دايما وابدا على انه المشكله يا رب الشركة الراعية تصطاد لهم الفار برضه. بالظبط، تصطاد لهم الفار صحيح. لما الامور تصل الى انه انا بقول لك بطلب التحقيق في الواقعه اللي حصلت، لان سيادتك بتقول لي ده امر غير مفسر، الحكم الخطا قدام عينيه، الحكم الخامس الخطا بينه وبين سنتيمترات، انا بقول لك حقق، تقول لي اصلا ما بحققش الا مع المرتشين، وانت المرتشين عرفت ازاي ان هم مرتشين مش غير تحقيق معاهم؟ انت بتطلع الحكم قبل ما تحقق. انا مش هقول لك دول مرتشين، بقول لك حقق عشان تعرف او انا اعرف اللي حصل ده حصل ليه. تقوم قايل لي لا اصل انا ما بحققش اللي مع المرتشين. لا والله، ده انت اسم الازبكيه مش احنا المره اللي فاتت قال لك التحقيق في حاجات تانيه، قلت له هي احنا في الحاجات التانيه دلوقتي بالظبط. لان مفيش حاجات فنيه، احنا مش معترضين عن ضربه جزاء مشكوك فيها، ولا معترضين عن حكم ما شافش ضربه جزاء، ولا ده حكم شاف ضربه جزاء هو والله بتاعه ما حسبوهاش، حكم تاني يمكن الكره التانيه اللي رفع فيها اللاينزمان ولو انه رفع متاخرا ما كان ده الكره مشيت واتلعبت وتاني جول وجت جول اه ومفيش رايه ترفع اه. فاحنا مش بنتكلم في تمحيق، احنا بنقول لك وما بنقولكش عد لنا الماتش، ومش طالبين منك تدينا الثلاث نقاط، مش طالب خلاص الماتش خلاص راح بنتيجته، بس بنقول لك امن لنا ما يحصلش كده تاني، وقول لنا ده حصل ليه، وقول لنا اسباب حدوثه، ويمكن تقدر تقنعنا لو حققت اهو ادي اتلعب وجري وحكى وبعدين ابتدى لما دخلت جون رفع الراي، لما دخلتش جون كان ما كانش رفع كان عدى. استنى لما تخش جون وارفع الراية واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، ستة عدتها هم. حتى اللي انت كنت فاهم ان هو اوفسايد لمس ولعب وعدى وروح وخلص ورجعها لورا. وانت لسه بتفكر، ما هي نفس التفكير اللي كانت في دماغه لما حط الصفارة في بقه وطلعها في الجون في ضربه الجزاء، نفس الانتظار. لا دعنا نرجع لها لان فيها دي خلاف وعايزين الراي الفني فيها. طيب اما طلع الاهلي الصفاره في بقه ما صفرش ليه؟ دي فيها اراء عايز اتاكد منها، لان والله حنتوه في كلمه القانون اتعدل، القانون اتعدل. يوم لما الاهلي طلع بيان يطالب كل الاطراف انها تتحمل مسؤولياتها حقق وبلغه راقيه ومحترمه يقول له حقق، ما توصلنيش ان انا انسحب، حقق الاهلي لا طلع حكم ولا انا منسحب ولا انسحب ولا القى باتهامات ولا لا مؤاخذه جرح في حد ولا لا مؤاخذه اساء لرئيس لجنه ولا لا مؤاخذه طلع في القنوات يقول ويقول 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 الكلام اللي ما يصحش. لا، الاهلي اتعامل بمنتهى الرقي والاحترام في بيان واضح وصريح محدد الشكوى، سبب المصيبة فين، مطالب بمطالب أربعة، وقايل لك في الآخر أنا بحتفظ لنفسي بالحق القانوني. طب أنا عايز أسأل سؤال. في نادي في مصر مش عايز ضبط أداء التحكيم؟ في نادي في مصر مش عايز تحقيق عدالة تحكيمية؟ في نادي في مصر يختلف على إن ما حدث الفير بلاي؟ في مش عايز الفير بلاي؟ في نادي في مصر يختلف على إن ما حدث يحتمل الشك في مباراة الأهلي والإنتاج؟ مفيش، ولهذا دي المباراة الوحيدة اللي اتكلمنا فيها، يعني ما اتكلمناش هذا الكلام اما اتلغى لنا جون سليم في ماتش الإسماعيلي اللي كمان عايزين بيطلعونا متجاملين فيه، واللي كان لنا فيه ضربة جزاء لم تحتسب. طيب عايزين برضه يطلعونا متجاملين فيه. هنجيلها نشوف الكابتن مدحت شلبي ازاي او شاف بيان النادي الأهلي ازاي. النادي الاهلي طلع بيان من اربع نقاط لازم اقولهم من الورقه. واحد، اجراء تحقيق بيطالب اتحاد الكره باجراء تحقيق عاجل مع طاقم تحكيم المباراه واستبيان الحقيقه واتخاذ الاجراءات الرادعه لمنع تكرار هذه الاخطاء. استبيان الحقيقه دي كلمه مش قليله. استبيان الحقيقه معناها هل الحكم ده مغرض ولا غير مغرض؟ دي كلمه استبيان الحقيقه. لأن الحقيقة بالنسبة للهدف لا، هدف صحيح مليون المية.
طب استبيان الحقيقة يعني ايه؟ استبيان الحقيقة يعني شوفوا الموضوع، الراجل ده قاصد ولا مش قاصد. ادي واحد. اتنين، اعادة النظر في مشاركة مثل هؤلاء الحكام في ادارة المباريات القادمة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة بين الاندية. برضو كلمة مشاركة مثل هؤلاء الحكام يا جماعة تقيلة قوي والله. يعني مشاركة مثل هؤلاء الحكام يعني ما هو افهموها انتوا، لما تقول ما تجيبليش الشكل ده تاني، انا مش عايز اشوف الاشكال دي، يعني استبيان الحقيقة يعني اشوف الراجل ده قابض ولا ايه، ملهاش معنى تاني. الصياغة قاسية قوي، اللصاق طبعا، اللصاق مش مجلس ادارة، اللصاق في حد بيصيغ يعني. التلويح بعدم استقبال عدم استكمال المسابقه مش النادي الاهلي ابدا ابدا ابدا. انتم رجال دوله، الانديه ورؤساء الانديه رجال دوله، انتم بتخاطبوا ملايين من العشاق والمحبين، ما تكهربوش الاجواء. ممكن دي وسيله تلويح للضغط بيمارسها الزمالك، عشان اكون صريح. طيب كابتن مدحت بيقول استبيان الحقيقة معناها أشوف الرجل ده الخطأ ده متعمد ولا غير متعمد. طب لو متعمد مش من حق أقول إن أنا ما أشوفش وشه تاني في الملاعب؟ مش ده التفسير الغلط إن أنا مش ده تبسيط الألفاظ اللي كابتن ومش عايزك فكرة إنك أنت تقول مش عايز تشتكي، لا مش عايز إنك تقول حق ها، وعايزين نعرف استبيان الحقيقة. تقيلة قوي كلمة هو كلمة استبيان الحقيقة ده عيب، عايز اعرف الحقيقة بس. الحقيقة ممكن انت بعد ما تستبين تقول لا الحقيقة ان الراجل ده مغلوب بريء، انت حر بقى. اوكي انا عايز اصعب بقى، دي خطوتي دي ترجع لنا، لكن انا بقول لك قول لي ده حصل ليه. اللي انتوا كلكم بما فيك رئيس لجنة التحكيم مندهشين، بما فيك والحكم نفسه قال بعد ما شفتهم ايه غرقوني. زعلت. واخد بالك؟ طب اللي غرقوك دول غرقوك ليه؟ ليه؟ مش ده استبيان الحقيقة؟ طيب. إذا كان الراجل الفاعل نفسه الفاعل بيقول لك غرقوني، طب أنت مش من حقك كطرف وقع عليك ضرر تقول له غرقوك ليه؟ مين دول يا حبيبي؟ إيه العيب في كده؟ إيه العيب؟ إذا مفيش عيب في كده. كلمة بقى أنا أحقق في الرشوة، مين قال لك أحقق في الرشوة بس؟ مين قال؟ أنت إزاي؟ مين قال إن أنت ما تحققش في أسباب إن الناس دي غرقت الراجل ده ليه؟ يمكن عاملين عليه مؤامرة يا أخي. يمكن عايزين يضيعوه، يمكن من ضعاف في النيه، لا يمكن مش شايفينها. ما فيش لا والنبي عشان خاطري ابوس ايدك، بلاش ضعاف فنيه دي، والله العظيم حكامنا اشطر حكام مدرسين قانون. ايه رايك بقى؟ انا مديهم 10 على 10 في دراسه القانون. ما انتش عايزين نخش في حته ضعاف، يعني ايه ضعيف فنيه؟ مش قادر يحفظ له كلمتين؟ مش شايف اللي تحت رجله. يعني الكلام ده ده انت دلوقتي بتقول عايز اثقف المدربين واللعيبه عشان ما يحتاجوش، يعني دي مش وسهلة، القانون موجود. مش عايز تدريب شديد قوي، هو على التدريب على الحركة قطرية ولا مش قطرية، يوميها انت مكسل وبليد وما بتتحركش بسرعة، شفت حاجة ما صفرتش، لازم اقول لك حق الراجل ده ما صفرش ليه. من حقي اقول لك عرفني يا ربي الراجل ده اللي مصر كلها اجمعت على حاجة الا هو، اتضح ان هو كمان كان مجمع عليها. يعني جزء من استبيان الحقيقه دلوقتي نتيجه الضغط اللي حصل ورمى بلاء على حد تاني، ده موضوع تاني. ممكن انا مش عارف الحكم الخامس قال ايه لحد النهارده، ما جابولناش رده. ممكن يقول لك لا انا ما قلتلوش الغي الا اذا كان بقى هيضحوا بيه. واخد بالك؟ فانا مش فكره، وانا بيننا وبين الكابتن ابراهيم ولا الكابتن خاطر، اسمه خاطر، ابو خاطر بيننا وبينه ايه يعني؟ لكن لما تبقى واقف وشايف لازم احنا نتجنن. انت واقف وشايف، واخد بالك؟ لما تبقى شايف ضربه الجزاء بالايد الراجل والحكم الخامس جنبها برضه ما زال يتنطط، واللي بيقول لك اصل مسؤوليه الخط، حظه الوحش كان اللاعب بتاع الاسيوطي واقف على الخط وطلعها من الجول. فما يمكن عبرت الجول مش تشوف، واخد بالك؟ وما طلعت بعد ما عبرت الجول وانت واقف في هذا المكان وما تحسبهاش، وبعدين تكافئ انك تلعب الماتش اللي بعديه. المكابره، هو دي مشكلتنا في المكابره يا ابراهيم. انك انت لا انت بتتهم، انا بقى مش اضرب دماغك في الحيط وحوري لك نموذج المكابره واحنا بنستعرض. بص اهي اهي يعني ايه اهو الصفاره ببقه، تعال هنا اتكلم اهو، هبتدي اتكلم
استنى حط ايده على ودنه ارجع تاني ارجع تاني لما حط ايده على ودنه اتفضل هنا ما اتكلمش لسه ارجع ارجع بقى وهو بيتحرك شمال الحكم الخامس ارجع امشي امشي قدام يا شوارب لا هي مش فيده هي الكادر هو كده استنى امشي كمان لا وقع انا عايز الحكم جات له لقطه دلوقتي شفتها والله عشان عيدها 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 بالطبيعه يا شوارب عيدها طبيعي امشي طبيعي عيدها تاني طبيعي بدون بطيء اهو لحد دلوقتي الحكم هيصفر امشي ايه امشي اهو استنى بقى ابتدى يتكلم اهو ايوه اهو ابتدى بعد كابتن ابراهيم نور الدين مد ظهره ايوه يبقى فين اللي قال له بقى بص اهو هو كده بيقول له بس كان خلصت لا بيقول له ايه ده كده بيتلقى كلام ابراهيم نور الدين أيوة. ابراهيم اتضير وكلمه بعد ما خد قراره اتضير وبيساله دلوقتي يا اللي بتقوله ان الراجل قال له الغي قال له الغي دلوقتي قال له نبي هي صح والغلط هيقول له ايه ده بعد ما ابدا ظهره خد قراره خلاص ومشي مش قال له في الاول وهو حاطط صفاره في بقه هنا السبيان الحقيقه ايه رايكم بقى ما دي حقيقة اهي، اشمعنى واحد زي بالعين المجردة قدر يوصل للقطة دي؟ وبعدين أنت أنا عايز الراجل بيحط إيده على ودنه يعني إيه؟ إيه؟ بتقول إيه؟ بص رمي المشكلة على الحكم الخامس اللي ورا اللي بيتنطط ده ده حاجة تانية ده هنخش فيها تاني بص إبراهيم نور الدين هيصفر ده قراره وبعدين عايزين تجاملوه تدافعوا عنه دافعوا عنه بالباطل بس ده ده قراره وبعدين فجأة اتضير أهو لا ماشي 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 اتضير ورجع وبدا الحوار مع الراجل ورجع أهو. وبعدين بعد ما اتضير هيبدا الحوار اهو ابتدى يتكلم الحكم فالحكم حط ايده على ودنه اهو هيبدا الحوار ايوه أهو. الله ينور هيبدا الحوار قولوا لنا بقى ايه فسروا لنا الحركه هتغنوا وتقولوا لي استبيان واستهبال وكلام فارغ هو مواجهه الخطا يبقى كده هو عايزين إيه؟ احنا بنقول ايه ما بنقولش دون الثلاث نقط وحتى ما قلناش حاجه بنقول استبيانه الحقيقه هذا جزء من استبيان الحقيقه يا كابتن مدحت ما نقصدش بيه وحتى لو نقصد ده حقنا فكره ان لا الاهلي والانديه الشعبيه وانتوا رجال دوله وعشان كده رجال دوله بتدور على الحق هو مساعده الدوله ان تمشي الغلط تمشي الغلط وتسيب الجماهير متضايقه ولا تدافع عن الحق اما انزع فتيل ولا تواجه المشكله هو ده مش نازع لفتيل المشاكل بالظبط يا سيدي والله لو عليا طبقوا عليا بالظبط انا اقول لك ايه تاني هو انا طلعت حكم هو انا قلت لك لو مؤاخذه الحكم ده في حد رشاه وانا لو قلت ان ذمته سبب الغاء ايه انا بقول لك لما يجي بقى كابتن ابراهيم نور الدين ما تبيعليش الوهم قول له اتضير امتى اكلمك في دقيقه كام وثانيه كام انت قلت له بعد ما اتضير ولا بعد وهو صفاره في بقه بالظبط لو طلع الحكم وقال وانا في الصفاره في بقه يبقى شيلها الحكم الخامس ليه معتبرين ان المطالبه بالتحقيق مصيبه لان احد الاحتمالات احد الاحتمالات انها تكون فيها حاجه غلط فهتبقى بس مصيبة. مش كل حاجه لكن ما تقولي هي دي الحاجات الثانيه لان مش حاجات فنيه الحاجات الفنيه اللي تدخل في التقدير في سوء التقدير في التمركز الخاطئ ده انا سمعت واحد بيقول اصل الحكم الخامس متمركز غلط متمركز غلط ده مشارك في اللعبه ده ناقص يرقص معاهم ما هو بص بغبغانات بغبغانات والله طيب كابتن مدحت ختم الفيديو اللي فات الاهلي ما بيضغطش وان كان الحقيقه اللي بيضغط الزمالك حسب قوله الزمالك كمان ما قالش الزمالك قال هو الزمالك كمان طيب انما هي الفكره احنا دي خلافنا دلوقتي في الحته اللي اثرها كابتن مدحت بين احنا هنا بنوضح له مش داخلين في خناقه يعني انه استبيان الحقيقه معنى كذا معنى التلويح بالانسحاب بقى اللي اتكررت كمان كتير لا احنا بنقول قولوا لنا وحققوا وردوا علينا وبعد ما تردوا علينا وتكتشفوا شيء ابعدوا الناس دي واحنا عايزين الفار وعايزين الحاجات دي واحنا هننتظر وهنصعد يعني مش ناويين نفوت الموضوع يعني لو اعتمدتوا على الزمن وان عدم الرد لا مش هنفوت ده مفهوم التصعيد ولو ما ردتوش علينا قد يصل الامر الى الانسحاب لم نقول او نلوح او نتخذ قرار بالانسحاب وننتظر بعد كده ان احنا طب هنرجع لا ما قلناش لسه الكلام ده على ضوء ما يحدث يعني انت لما تيجي دلوقتي يتحقق وتقول انا وصلت لكذا كذا 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 اذا قبل النادي الاهلي امر خلاص خلصت المشكله هتيجي تقول له الفار هتتكلف كتير
ويبقى على حسابك. انا ضد الفار خلاص، انا ضد الفار لان برضو الفار ماسكه بني ادمين. فلا هنبتدي نقول اصل الحكم عايز والفار مش عايز، راح الحكم، راح الحكم في روسيا وفي السعوديه وسال وعمل فار ايه، ورجع خدنا حقنا، رجع لعب الفار في عيبه، خدنا حقنا. ما حدش بيقول لك ده دليل ان الحكم هو صاحب السلطه المطلقه طبعا، طبعا. يعني حتى الفار لما بيقول له دي مش بينتي، عشان اللي بيجي يقول لك ايه بقى، اصل ده قرار الحكم الخامس هو اللي عنده الفيتو. لا، هيظل الحكم الملعب اذا شاف هو اللي عنده الفيتو. بيهرج اللي بيقول كده لانه ما اللي بيهرج. طب ما انت هتشوف مين اللي بيهرج ده. طيب الاهلي طالب بتقنيه الفار، طالب انه اتحاد الكوره يشوف الامكانيات التكنولوجيه الحديثه في تطوير منظومه التحكيم. الشكوى من ضعف التحكيم مش عيب ولا مصيبه. الكابتن عصام عبد الفتاح نفسه ليا انا شخصيا واحنا في روسيا شكى كتير جدا من مستوى التحكيم في مباراه منتخب مصر، ووصف احدى المباريات بانها كارثه وفضيحه. اذا لما انت شعرت ان فيه ظلم وقع عليك اتصرفت زينا، اتصرفت زينا. هي الفرق بس دلوقتي ان انت رئيس اللجنه، اتصرفت طبيعي. اصل الكابتن عصام بقى انا كنت عايز اقولها، بيتصرف انه بابا عصام مع الحكام. انت مش بابا عصام مع الحكام، انت مش جاي تحمي الحكام، انت جاي تثقفهم وتطورهم وتبعد اللي بيجيب لك مشاكل. بس بتيجي اللي بيجيب لك مشاكل سواء لضعف او لغرض بتبعده. صحيح. وما تقوليش انه ما تفضحوش، مش عايزك تفضحه، بس مش عايز اشوفه. نمره اتنين، انت كمان مسؤوليتك عضو مجلس اداره ورئيس لجنه الحكام انك انت تعمل مسابقه نزيهه وشفافه. بالظبط. انت مش بابا عصام. مش كل ما نجيب سيره التحكيم ما حدش يتكلم على التحكيم، انتوا فاكرين نفسكم مين؟ لا، نتكلم على التحكيم وانت تقنعنا ان التحكيم بخير. انت دورك، مش دورك انك ما تقوليش اسباب، مش دورك تطلع تقول لي بعد ماتش الاهلي والزمالك اللي اصريت على استبعاد الحكم الاجنبي وقلت ده مش من حق الانديه، ودلوقتي بتقول الاهلي يطلب حكم اجانب، ده حقه. وقلنا كده اللي طلعوا من البلد. دي جايه؟ لا هجيبها. طب استنى بقى. فالنهارده يطلع الحكم يقول لك، يطلع يقول لك الحكم كان هايل وخد المباراه لبر الامان، مش دور الحكم ياخد المباراه لبر ابدا. لو خد المباراه لبر الامان عكس قناعته يبقى مخرج ويبقى ظلم. طيب قال لك الكابتن عصام يومي قال ايه؟ قال لك ده كان لو طبق القانون، لو طبق القانون اكنه مش نادي اللي طبق القانون. لو طبق القانون كنت طرد خمسه من هنا وخمسه من هنا، فبحييه انه ما طبقش القانون. وطلع بالمباراه لبر الامان وشط الغرام والكلام الفارغ. الاهلي طلب في بيانه استخدام تقنيه الفيديو او الوسائل التكنولوجيه لمساعده الحكام على تطوير الاداء. كابتن مدحت شلبي اعترض بشده على حق الاهلي في استخدام الفار بشده. نشوف. يتحمل اتحاد الكره مسؤولياته في تطوير منظومه التحكيم باستخدام احدث الوسائل وتطبيق تقنيه الفار. على فكره دوريات كتير جدا قدنا 100 مره ما بتستخدمش تقنيه الفار، وفي مقدمتها الدوري الانجليزي. يعني مش كل دول العالم بتطبق تقنية الفار. تقنية الفار بتطبق العدالة، انا معاك، بس كمان تقنية الفار دي اسف اللي جاي يعني عايزة دول متقدمة ومتحضرة. ازاي يعني؟ يعني سوري، يعني لو حصل ان الحكم حسب هدف وبعدين قالوا له شوف الفار، الحكم ده هيطلع على الفار عشان يبص، هتلاقي الفرقتين راكبين فوق دماغه والمدربين فوق راسه والمساعدين مجهزين بالملاكمة. ادي واحد. اتنين، الجماهير عندنا اخبارها ايه؟ هل متقبلة حكاية الفار من عدمه؟ تلاتة، ما عندناش التقنيات اللي نعمل روم كنترول والحكاية والرواية قصص. وبعدين الفار مش كل شوية هتروح فار، مش كل شوية اذا كان عندك فار يعني. وزي ما قلت وبكرر مرة تانية، مش كل الدول وكل الثقافات وكل الاخلاق مؤهله لاستقبال الفار. ده احنا الفار هنا عندنا بعد اول خطا هيبقى صغار، الكل هيلف يطبل، كل هيلف يطبل هيبقى صغار، مش هيبقى فار ابدا ابدا. الفار هيبقى صغار، وده يتطبق في الدول المتحضره
والمتقدمة. مش عندنا. مش عندنا. لأن احنا لأن احنا مش متقدمين مش متحضرين. أنا كده بقرأ صح ولا بسمع غلط؟ كابتن مدحت قال اللي قاله وعدد الظروف الصعبة اللي شايف معاها مستحيل يتطبق الفار في مصر. لا التقنيات تسمح، لا المستوى الثقافي والأخلاقي يسمح، ولا الإمكانيات المادية تسمح، الثقافي والأخلاقي، ولا الوسط الثقافي ومستوى تحضر الناس يسمح. وإنه لو اتطبق الفار في مصر هيبقى زار مش فار. أنا متفق معاه في حاجة واحدة بس، إن الفار فيه تكلفة عالية جدا. لا النقطة اللي اتفقت معاه في نقطة واحدة، إن لما قال إن مش كل دول العالم بتطبقه. أنا إذا كان الدوري الإنجليزي مش واخده، الدوري الإسباني ودي واخده. هل الدوري الإنجليزي مش متقدمين؟ لكن أنا هنا ما أقدرش يعني أتهم. لما حد يطلب مش ما غلطش، بس هي الفكرة. إنما اللي أنا واقف عنده بجد كابتن مدحت عنده هذا الرفض الشديد لفكرة الفار، وقال لك ده هيبقى زار وإحنا غير مؤهلين وغير مثقفين، ولا الأخلاق ولا الإمكانيات ولا التقنيات ولا كل الظروف تسمح. ده في الحلقة، في نفس الحلقة أرى تويتة نشوف الرأي بقى عامل إزاي. مستشار تركي آل الشيخ نزل بيان منذ قليل قال فيه لماذا لا يستعين اتحاد الكرة فعلا بنظام الفار لتوفير العدالة التحكيمية في منافسة قوية وحتى نشعر بتوافر أو بتوفر العدالة. طب اطلبوا لنا كابتن عصام عبد الفتاح نسأله ايه مشكلة ان احنا نطبق الفار؟ اطلبوا لنا هي مشكلات، هتقول لنا اي حد من لجنة الحكام مشكلات تقنية، لان شاشات تلفزيون وشاشة تحت بتبقى مرتبطه بنفس الارسال. لا هو عايز غرفه كنترول، ما انا اقول لك لازم في غرفه، في غرفه فوق موجود في الاستادات. بس في استادات هتقدر توفر فيها الفار ده؟ دي مشكله. يعني انت مثلا في استادات ممكن استادات دلوقتي، لا يعني انا عارف يعني هقول لك ايه استاد يعني مثلا برج العرب. لا لا كل دي ماشي اوكي في انديه. انا بتفق جدا مع المستشار تركي وبتفق مع النادي الاهلي، احنا غرضنا العداله، بس عشان نطبقه هنطبقه صح ولا هنطبقه مانيوال زي ما كنا بنطبقه؟ وهل اللعيبه جاهزه زي ما وانتوا كمدربين مش هتركب فوق دماغ الحكم؟ لا لا خالص، لا شك ان هو هيقر العداله. هو مريح صراحه، يعني هو يقر العداله صح. مش هيجي لك صداع صح. يعني الهدك اللي احنا عايشين فيه كل يوم ده بيعترض وده بيهدد بالاستقاله وده مش هيلعب الدوري، والسنه اللي فاتت المستشار مرتضى وقف لنا الدوري صح. شهر ونص. وكمان خلي بالك في انديه زي الاهلي والزمالك والنهارده بيراميدز ما شاء الله في الصوره والاخره، برضه هو عايز في النهايه يحقق بطوله، ياخد حقه، ياخد حقه. طب اقول لك حاجه، الانديه تجتمع بقى، واذا كان الامر محتاج تدعيم الانديه تدعم ويشوفوا يعملوا ازاي. يعني اذا اتعمل انا اشوف انه هتبقى حاجه محترمه. طيب اذا هناك اتفاق عن الفار سيساعد في تحقيق مزيد من العدالة، من العدالة، وهيحل مشاكل كتيرة، وهيحل مشاكل كتيرة. و وإيه تاني؟ ونسمع بشروط شبانة في الراديو. لا بشروط، بشروط، لكن أصحاب الشأن متفقين على تقنية الفار. إيه المشكلة؟ أنا بقول لك أنا مش مرتاح له قوي، لأنه في الآخر بشر اللي هيدروه. لكن إذا كان الفار هيحل مشكلة ويحقق عدالة، طب ما نجرب الفار ولا الزار؟ ما تبلاش زار. ما الزار بقى فار والفار رجع بقى زار، وبعد كده تقول لي بلاش زار. نشوف شبانة أحسن أو نسمع شبانة في الراديو. كل دي تصرفات تحكيمية مستفزة جدا، سواء للجمهور، للأجهزة الفنية، للمشاهدين اللي موجودين في البيت، أو الجمهور اللي موجود في الملعب، أو اللعيبة اللي موجودة في الملعب، وسبب رهيب جدا لتوتير، بيحصل توتر للمسابقة وتوتر كمان للمنظومة كلها. الحكم لما بيبقى بهذا المستوى المتواضع بيبقى توتر كبير جدا. خرج عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بتصريحات، تصريحات يعني لطيفة وجميلة، ان الخطأ وارد، صحيح الخطأ وارد، لكن الضعف مش وارد.
يعني الخطأ لما يبقى نتيجة ان الحكم ما خدش باله في لعبة او بتاع، بنبقى احنا شايفين وحاسين فعلا ان الحكم ما خدش باله، طبعا ده وارد 100%. لكن لما يبقى الحكم ضعيف في مستواه، او الحكم الخامس اللي موجود على الخط ضعيف في مستواه، او لاين مان ضعيف في مستواه، ده شيء غير مقبول بالمرة. وان المسابقة لما تكون بهذه القوة وبدأ بهذه القوة والمنافسة شديدة بهذا الشكل وتشوف القمة تلاقي الاهلي وبيراميدز 11 نقطة، الزمالك 10 نقط، سموحة 9 نقط، الانتاج 9 نقط، الجونة 8 نقط، بتروجيت 7 نقط، الاسماعيلي 6 نقط، وانبي 6 نقط، والنجوم 6 نقط، والمصري 5 و5 طلع الجيش و5 الاتحاد، والمقاولين العرب 4، والداخلية 4، والمقصة 3، وحرس الحدود 2، ودجلة 1. حتى تشوف فرق النقاط، الفرق بالاهداف وبالنقاط مراكز كتير جدا. يعني ممكن ماتش واحد يخلي اللي كان في المركز السادس يبقى في التاني، وماتش واحد يخلي اللي كان في الاخير يبقى في الخامس والسادس والسابع. فبتتكلم في منافسة رهيبة وصراع رهيب، فلازم التحكيم يبقى على قد قوة البطولة وقوة الماتشات. لكن اللي احنا شايفينه من بداية المسابقة تحكيم متواضع الحقيقة جدا 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 جدا، وكلنا بنسعى لحماية التحكيم، بس لازم كمان التحكيم يساعدنا ان احنا ندافع. اذن اللي الاهلي قالوا، الناس لما بتبص على اللي بيحصل ان التحكيم كان ضعيف جدا 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 جدا، وده مش مستوى، وان في مسابقه مصروف عليها الملايين ما يصحش يكون مستوى العداله فيها بهذا الشكل. في مسابقه فيها هذه النديه وهذا التكافؤ في المنافسه ما يصحش يكون فيها التحكيم بهذا الشكل. لما يطالب النادي الاهلي من كل الاطراف انها تطلع بمسؤولياتها، ومن اتحاد الكوره انه يقوم بدوره في تطوير منظومه التحكيم اللي الناس بتقول ضعيف جدا جدا جدا. نتكلم يقول لك اصل الشأن الفني، وشأن فني ايه؟ شأن فني ايه والراجل اللقطه تحت عينيه والكره تحت رجله وشايفها؟ لكن هما بيعملوا يعني كده. انا في لاين زمان مش عارف ان من قواعد احتساب التسلل انه يبقى مع تاني اخر مدافع لاعب، وانه يبقى اللاعب متقدم بجزء من جسمه. في حد ما يعرفش دي؟ لا طبعا. فين ضعف المستوى هنا؟ يبقى ضعف الكفاءه الشخصيه مش ضعف المستوى. اذا كان مش قادر يجري، اذا كان مش عايز يجري، اذا كان بيرفع متاخر وبيسرح، اذا كان ده ملوش دعوه بالمستوى. المستوى درجه اللياقه البدنيه والالمام بالقانون هي اللي بتحدد المستوى، لكن اللي بتحدد الكفاءه حاجات تانية، اعتبارات نفسيه كتير. فجزء منها لازم يبقى خاضع للتحقيق. يا اخوانا ما فيش جرم ان اقول لك حق، لكن لو قلت لكن لو طنشتني، لو ما رديت بالردود دي اعمل معاك، لازم هصعب. بقول لك ولو اقتضى الامر ان في الاخر خالص بقى انا بحتفظ بحقي، مش هكمل مسابقتي لو فضلنا. انا اللي حر وانت اللي تاخد قراري. بقول لك لا مش فاهمني. انا اللي بيقول لك بيضغط بالانسحاب، انا ما اضغطش، انا ما خدش القرار عشان اقول لك يا تديني ثلاث نقط يا انا منسحب. ما حصلش. يا توقف فلان يا انا منسحب. انا بقول لك حقق، لكن ما حققتش انسحب بقى. وانه لو ما وصلنيش منك ما يقنعني انا محتفظ بحقي. ما يوصلنيش منك انك عايز توصل للحقيقه. حتى مش ما يقنعني. ما يوصلنيش منك انك بدل ما تقعد ترد مش جاد. انت مش جاد في السعي للحقيقه، انت تتعمد انك تتكلم في مواضيع تانية. كل ما اقول لك عايزين الحقيقه وبتاع تكلمني التحكيم بخير والتحكيم بشرف، ما تلبسنيش مع الحكام اني بتهمهم. انت اللي بتتهمهم دلوقتي. انت اللي بتقول دول يا اما مش اكفاء يا اما مرتشين، انت اللي بتقول مش انا. طب لما يطلعوا الموضوع مش موضوع كفاءه، يبقى انت سبت التانيه في ايه؟ انت اللي بتقول مش انا. انا بقول لك حقق يا اخي. طيب اللقطه بتاعت كاميرا المركز الاعلامي في النادي، هي المصور الزميل اللي صور بيها اللقطه بتاعت ضربه الجزاء يستحق التحيه، لانها كاشفه، كاشفه كاسفه، ناسفه كمان، لانه كل اللي كان بيدور لابراهيم نور الدين على مبرر يقول لك كان بعيد وكان زاويه الرؤيه وما كانش لحق يجري. ناس ثانيه متطوعه عايزه تدافع عن ابراهيم نور الدين، اصله كان في حد بيحول بينه وبين ما اعرفش ايه،
واذا بهذه الكاميرا بهذه اللقطه بهذا الشكل في الكادر ده تدخل ابراهيم نور الدين في المسؤوليه الكامله، لانه هو مفيش حد بينه وبين اللعبه، خد قرار حط صفاره في بقه جري ناحيه وهو على خط ال 18 اهو جري ناحيه ضربه الجزاء تقريبا محتسب المساله في سره. ايه اللي حصل؟ الفار لعب في عبه ولا في حاجه تانية؟ معرفش كان فار ولا زار، بس الكابتن ياسر عبد الرؤوف الحكم الدولي السابق لما شاف اللقطه من خلال عرض ملك وكتابه لهذه اللقطه بالذات من كاميرا مصور المركز الاعلامي في النادي الاهلي، قال رايه كحكم. نشوف الاستاذ حسام زايد يا جماعه هاتوها تاني. اتفضل الكلام ليك يا كابتن ياسر. لا يبقى هنا في حاجه من الاثنين. تمام، الحاجه الاولانيه ان ابراهيم كان هيصفر ركله جزاء ورجع اهو حط ورجع وده اللي احنا شايفينه في الصوره، يا اما هو غير قراره من نفسه يا اما جاله معلومه من الحكم الاضافي ان العب وما فيش حاجه. كلها كوارث اللي انت قلتها. بس سمع. انا لو ابراهيم وصلت المكان ده لو الدنيا كلها قالت لي ان هي مش ركله جزاء، لا هصفر ركله جزاء. شوفوا عشان حته والناس اللي بتدافع بالباطل خليها ماشيه في الباطل لانها بتدور على اي حاجه تانية. يقول لك ابراهيم نور الدين هيعمل ايه؟ ده الحكم الخامس قال له ما فيهاش. يا سيدي مش بتاعته. لو بتساله خبراء التحكيم او اي حد فاهم في القانون، المباراه سيد الملعب فيها حكم الصفاره. حتى لو الحكم الخامس قال له ولا السابع ولا الثامن ما يقول له، في النهايه القرار والمسؤوليه عند ممكن اسالك حكم سؤال. الصفاره ده هو بيلعب ماتشات بعد اذنك. مين ادق الفار ولا الحكم الخامس؟ لا ده هو بيلعب ماتشات في ماتشات كتيرة جدا مفيش حكم خامس ورابع. يعني دي مصرية أو بعض الدول بتاخدها كأطقم مساعدة للحكم. لكن ما أنت بتلعب في دوري أبطال أفريقيا وفي كل البطولات لسه ما عادش فيه حكم خامس ورا المرمى. فما تقوليش إن إبراهيم نور الدين ياسر عبد الرؤوف قال لك لو الدنيا كلها قالت لي ما تصفرش وأنا شايفها بالوضوح ده هصفر وأحسبها. ده هو الراجل حط صفارة وجاري. دوروا على الفار والزار اللي لعب في عبه. لكن فكره ان انا هطلع لسه مبرر انه الحكم الخامس قال له ما فيهاش، المهندس عدلي لاحظ لقطه، لاحظ ملاحظه ذكيه جدا انه الحوار بدا بعد تجاهل الحدث. بعد ما ابراهيم نور الدين اشار باستمرار اللعب. ممكن اقول حاجه وتكمل برضه؟ مش بقطعك والله، بس عشان ايه؟ انا كنت اتعاطف مع فكره ان المساعدين ورطوا الكابتن ابراهيم لاني مش ضده شخصيا، فقلت والله لو قال له الغي، ولو ان بعد كده بعد ما سمعت الكابتن ياسر عبد الرؤوف وسالت هي مسؤوليه مين، قال اذا كان الحكم شايف اللعبه تبقى مسؤوليته. الحكم الخامس بيقول له على اللي ما شافوش، لكن هما ما حتى ما ندعوش بعض. طب اسمع، اللعبه دي ما تستحقش التداول؟ طبعا هما تداولوا؟ لا هيقول لك كده كلام مش 100 مره بيقول للعيب استنوا ويروح يتكلم ويرجع ياخد قراره. لما يكون في جدل في لعبه انا متاكد من حاجه وانت بتحاول تقول لي راي تاني زي فكره الفار. طب ما انا ممكن ما الحكم في 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 كاس العالم في ماتش مصر راح للفار ورجع اصر على قراره ضربه الجزاء على ضربه الجزاء. يبقى انت فين هنا فكره ان دي مش قرار الحكم؟ عايزين تسوقوا لنا قانون مش موجود ان الحكم الخامس هو صاحب القرار. يبقى الحكم الخامس صاحب القرار في ال 18 والحكم واللاينزمان صاحب القرار في التسللات، يبقى الحكم الملعب مسؤول عن دايره الملعب. يلعب في دايره السنتر. دايره السنتر؟ مسؤول عن ايه؟ كل واحد يحكم قدام بيتهم. كلمونا كلام عشان نحترمه، واذا كنا يعني تجنينا تجنينا نعتذر، لكن احنا عايزين اجابات حقيقي، عايزين اجابات. وانا مستغرب جدا على فكره الحكم الخامس اللي لحد دلوقتي ما سمعنالوش صوت. هو اعترف؟ اعترف؟ ما اتكلمش. ولا قالوا له اوعى تفتح بقك ولا ايه القصه؟ فين التحقيق اللي ده؟ هو ده مش هيستوجب؟ هو ده معناه ايه؟ مش ان في تحقيق تم؟ يعني الكلام اللي اتقال ده يا استاذ ابراهيم معناه ايه؟ إن في تحقيق تم واتضح إن إبراهيم نور الدين كان ضحية المساعدين.
صح ولا غلط؟ بص انت مشغول في حاجه تانية. كابتن عصام عبد الفتاح، ودي لو احنا بقى عايزين نحل المشكله، المشكله في اللي انا هقوله لكم دلوقتي. انا بس انا نسيت، انا كنت لان انا طلبت من الاعداد يجيبوا حاجه مهمه جدا. قبل ما الكابتن ياسر عبد الرؤوف في نفس الحلقه وده يدل ان احنا بنجيب من كل حته، مش واخدين موقف من حد، بالعكس بنحترم جميع القنوات طالما ان احنا بنشتغل في شغل محترم وفني وموضوعي. طلع الزميل ابو المعاطي زكي في مداخله تليفونيه وفي وجود الكابتن عبد الرؤوف قبل ما الكابتن عبد الرؤوف يعترف، وحصل جدل بينهم، والكابتن عبد الرؤوف قال له لا ما ينفعش نهاجم الحكم، والحكم ما شافهاش، والحكم ده تقديره. فقال له الاهلي بيطلب التحقيق لان في شواهد بتقول كانت تستوجب التحقيق ما حصلش. ما معناه يعني كان اتمنى يجيب كده، لان قال له طريقه كويسه الاستاذ ابو المعاطي. قال من ضمن الكلام قال له طب انت ما حققناش ده من السنه اللي فاتت، في كلام كان يستوجب التحقيق وما حصلش، لذلك وقعنا في الكوارث بتاعت النهارده دي. لما قال ان المهندس فرج عامر رئيس لجنه الشباب والرياضه في مجلس الشعب، يعني راجل مسؤول على هذا المستوى، يقول ان كلمني الكابتن ابراهيم نور الدين وقال يطلبني للمباراه. هذا كلام في اي حته في العالم بيدربك الدنيا وبيسهر عن تحقيقات وايقافات ولم يحدث شيء. فكان في جدل بينهم في الحته دي كنت عايز اجيبه. والكابتن ياسر عبد الرؤوف كان ميال الى صحه القرارات. لما شاف بنفسه وشاف الصفاره وشاف كده قال لا 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 اللي سمعناه بقى ده. فانتوا جبتوا الجزء الاخراني، ما انا كنت عايز الحوار الذي يسبقه. طيب كابتن عصام عبد الفتاح، وده اصل المشكله، ولو المهندس هاني ابو ريد عايز يحل ازمه التحكيم وازمه شؤون اللاعبين وازمه حاجات كتيره في اتحاد الكوره، هذا التداخل بين السلطات ما حصلش الا في عصر هاني ابو ريد اللي ليه عندنا كل الاحترام والتقدير. لا حرب الدهشوري ولا سمير زاهر مع الاحتفاظ بالالقاب لانهم كلهم ناس قامات كبيره، ولا حتى محمد احمد، ولا كل من رأس اتحاد الكره سمح لاعضاء مجلس اداره الاتحاد يديروا اللجان، فتتحول السلطه التنفيذيه الى سلطه تشريعيه. السلطه اللي المفروض تشريعيه الى تنفيذيه، السلطه اللي المفروض تحط سياسات واستراتيجيات وتراقب وتحاكم وتحاسب بقت هي السلطه اللي شغاله وهي التنفيذيه. مين هيحاسبها؟ مين بقى؟ عضو مجلس اداره في اتحاد الكوره وانا بكلمه قال لي عندنا حق، عندك حق، بس احنا بصراحه الدنيا الناس متكتفه، واللي متكتفه بحكم العلاقه الشخصيه على الترابيزه، اللي بيراقب الاثنين الاعلام بقوا في الاعلام. يعني شوف بالظبط المفروض مجلس اداره يراقب لجانه، فهذه والذي يراقب لجنه يراقب مجلس الاداره الاعلام بقى هو الاعلام. مره سالت المهندس هاني في المجلس في المجلس اللي فات الدورة اللي فاتت على حتة ان اللجان ما ينفعش، قال لي ليه؟ طب ما الاتحاد الافريقي رؤساء اللجان كلهم اعضاء اللجنة التنفيذية. طب وانت شايفها فلحت قوي؟ ده الناس دخلت السجن. ده 51 حكم احيلوا للتقاعد للفساد. وبعدين في فاصل، في فرق كبير جدا بين الاتحاد الكونفدرالي والاتحاد الوطني ده. رئيس لجنة تنفيذية او عضو لجنة تنفيذية في الكاف لما بيرأس لجنة بيحط سياسات ويتابعها. انما مش بيديرها. مش قاعد كل يوم يوزع الحكام، مش الانديه اللي انتخبته، ما دي برضه ما بيطلعش يرد على الناس. الانديه اللي بتنتخب مجلس اداره الاتحاد، الانديه اللي بتنتخبك هي الانديه اللي انت بتودي لها الحكام. فالنادي اللي انت علاقتك بيه طيبه ربما يبص المنافس ان انت مودي له حكم يساعده، او العكس انت ممكن ما تعملش كده، بس انت اوضعت نفسك في دايره الشبهه. عشان كده لو المهندس هاني ابو ريده جاد في التعامل مع بيان النادي الاهلي ومع مطالب النادي الاهلي بدايه اصلاح هذه المنظومه، ما تاخدوش احساس فصل السلطات، ده مش رضوخ، ده مش رضوخ. النادي بيقول لك حقق وقول لي انت عندك، ما بيقولكش على فكره، بيقول لك انت عندك مشكله، عندك مشكله في هذا الاشراف وهذا التداخل بين السلطات. عايز تصلح وتطور حط عناصر محترفه، وعصام عبد الفتاح على درجه من الكفاءه والخبره والقيمه اللي تخليه يحط ورقه عمل تنفذها اللجنه المحترفه. بس ما يبقاش بابا عصام، بس هو اللي يحاسبهم وهو اللي حاكمهم، فاهمني؟ وهم لما يغلطوا يمشيهم. كل دوره التبرير والطبطبه وان الحكام يحبوه. لا مش دورك انت تكون اداري حتى لو كرهت، اتكرهت
مفيش اداري ناجح كل الناس تحبه. بالظبط. هنا تتحول بقى الى راجل استراتيجي بتستفيد بخبراتك او بتستثمر خبراتك في تطوير المنظومه، لكن هديرها كحد مسؤول تنفيذي اللي جنبك على الترابيزه انا عارف كويس قوي ازاي ماشيه بمنطق شايلني وشايلك. بتصوت له في قرار ممكن اقوله لكم وهو بيقف معاك في حاجه تانية. عشان كده بتلاقي النتيجه النهائيه في الشكل اللي انتم شايفينه اللي محدش قادر يحط ايده على الخطأ فيه فين. نشوف الكابتن عصام عبد الفتاح وهو بيدافع عن الحكام وبيقول محدش بيدينا حاجه، نسمعه. احنا معاد عندك، وعاوز اقول لك حاجه يا كريم ورساله لكل الناس، ان مفيش حد بيقدم للتحكيم اي شيء من خارج اتحاد الكوره، اتحاد الكوره هو الوحيد اللي بيصرف على تطوير التحكيم، هو الوحيد اللي بيدفع البدلات اللي يستحقها الحكام في المباريات، مفيش اي حد تاني بيدينا حاجه، احنا ما بناخدش حاجه من حد، احنا مش زي اي حد، احنا ناس محترمين. لا لا ده طيب، ما حدش بيدينا حاجه ومحدش بيدي حد اي حاجه. بلاش اللغه بتاعت اي حاجه مرفوضه، ما الناس سمعت اللي فات وسمعت اللي قبل كده وسمعت كتير يعني وعارفه يعني حجم ردود الافعال. من ضمن الكلام بيقول لك ايه؟ ساستقيل اذا اثبتوا طورت الحكم، بقت مسؤوليتنا ان احنا اللي نثبت. اه لكن انت ما تحققش. طيب ده هذا البيان وما لحق به من استهبال وما وصلت اليه يعني عايز اعرف الاحوال. هو عايز مين يديله حاجه؟ اولا مين اللي بيدفع فلوس الحكام؟ وانا ضد دي، وانا لما كنت عضو في مجلس الاداره سعيت ان الاتحاد هو اللي يدفع الحكام، غير لائق ان الحكم يستنى في اوضه اللبس لما ياخد فلوسه من النادي، اللي لو النادي بقى زعلان منه في حاجه يسيبه ساعتين مقطوع عشان يبعت له الفلوس. هذا غير لائق. الحكام لا، الانديه اللي بتدي لك فلوس الحكام يا كابتن عصام بياخدوها من الانديه. لا ما تاخدش حاجه من الانديه، انت عندك فلوس دلوقتي وعندك امكانيات تسمح لك الاتحاد يحافظ على كرامه حكامه، ويوم الاتحاد هو اللي يدي الفلوس لحكامه اول باول هتلاقي الحكم القوي. وما ينفعش تفصل ابدا بين مين اللي بيدفع لمين، لانه لولا الانديه بتنافس وتعمل مسابقات وتطلع لعيبه مش هيبقى في منتخبات، مش هيبقى في اتحاد، فهي دايره مع بعضها بتخدم على بعضها. بعيدا عن هذا البيان بين الاستهبال والاستبيان، يبقى من العشق ما نجح. من العشق ما نجح ظهر امبارح بشكل واضح جدا في حوار بحي الزملاء في قناه الاهلي عليه جدا صديقي انا قاعد، والزملاء اعضاء فريق الاعداد كلهم بالكامل معاه، محمد القوصي، محسن لملوم، عمر البنوبي، احمد شهاب، الحقيقه كتيبه عمل في الاهلي الليله، زي ما حيينا الكابتن سيد عبد الحفيظ والاستوديو الرائع ليه، نحيي ايهاب الخطيب وفريق عمل الاهلي الليله على شغل امبارح العالي جدا. كنت فرحان بيهم والله. وبنهني الصديق العزيز الاستاذ خالد توحيد رئيس القناه على هذه اللمسات المتلاحقه الحقيقه في تطوير القناه اللي انتم لامسينها كل يوم في اضافه جديده. كارتيرون هذا العاشق للنادي الاهلي امبارح اعتقد تحدث بقلب مفتوح، وايهاب الخطيب كان قد ايه صحفي مخربش معاه جدا وطلع منه حاجات كتيره مهمه. نشوف كارتيرون يتحدث عن ازاي هو ضحى من اجل النادي الاهلي، وازاي هو تحمل كثيرا من اجل ان يتولى تدريب النادي الاهلي. طبعا اتكلم في كل النقاط، اتكلم عن التحكيم واتكلم في حاجات كتيره جدا، لكن كلامه عن تضحياته من اجل ان يتولى تدريب الاهلي يخليه يا باشمهندس نموذج الانسان المنتمي المخلص لحاجه اللي سعى كتير عشان يحققها. نسمعه. كانت حاجة خاصة جدا، أنا إنسان بحب أشتغل بشكل منظم. أنا كنت وعدت ديدييه دروجبا، كنت آخر مدرب ليه كنت في أمريكا مع نادي فينيكس، وأنا قلت له هكون مدرب ليك في آخر كام شهر هتتمرن فيهم قبل ما توقف حياتك المهنية كلاعب كرة قدم، لكن العرض اللي جالي
طبعا العرض كان كبير لانه من النادي الاهلي. عشان اقدر اجي كانت طبعا الموضوع ما كانش بالسهوله فاكرينها. Quand j'ai su que c'était à la Ligue, quand j'ai eu كان صعب نسيب النادي لكن طبعا عشان خاطر النادي الاهلي كان لازم اعمل اي حاجه عشان اقبل العرض ده. Mon cœur m'a dit que c'était قلبي قال لي ان هو ده الاختيار المفروض اعمله. Revenir sur le continent africain. ارجع تاني لقاره افريقيا. القارة اللي بحبها جدا واخد مسؤولية نادي كبير زي النادي الأهلي في فترة صعبة للنادي في تاريخ النادي وفي منافسة حتى في الدوري المحلي في فترة كان الفريق بيعدي موقف صعب في بطولة أفريقيا رابطة أبطال أفريقيا وأنا كان جوايا حاجة داخلية بتقول لي لا أنا لازم أقبل التحدي ولازم أكون مدرب الأهلي وعايز أرجع النادي الأهلي لمكانه الحقيقي وعايز أساعد اللاعبين والجماهير إنهم يرجعوا في مكانهم ويسعد الجماهير تبقى سعيدة ونكسب الماتشات الجاية. قبلت المهمة في وقت صعب جدا قبلت المهمة والمهمة الكبيرة قوي هي البطولة الأفريقية ونتائج الأهلي كانت من مباراتين. شوفوا نموذج كارتيرون الحقيقة لما تعرفوا تفاصيل حتى أكتر من الراجل قالها إنه سعى لده جدا وده قيمة أي حد يرتبط بعمل بيقدره وبيحترمه وبيحبه يا باشمهندس. شوف أنا بتفرج على الحلقة شدتني جدا. شدتني ليه؟ شخصية كارتيرون وحرجع لها طريقة إدارة إيهاب الخطيب وكانت مميزة جدا ومحترفة جدا وجديدة جدا ومجهود الإعداد الرائع جدا علي. بقى أنا هقولها والله الرائع جدا والمختلف جدا واللي فيه مجهود تشعر بطعم كل واحد فيهم. يعني أنا ابتديت أحس بالبنوبي من الحاجات الأجنبية والحاجات اللي فيها اتصالات خارجية وإضافة وأحمد شهاب والقوصي الحياة والقوصي العظيم يعني قائدهم. فتحية لكل طاقم العمل، تحية لرئيس القناة، تحية للقناة اللي بقت شاشتها فعلا بنشوف كابتن سيد بطعم جديد، بنشوف مرة أجاييه بشكل جديد، بنشوف كارتيرون اللي أنا عايز أتوقف عنده. لما كارتيرون بيفكرني بفايسا، هذا البرنس الراقي اللي كان بيصرف من جيبه لما كان بيروح أجازة، ما كانش يرضى ياخد بدل السفر بتاعه ولا بدل ولا مرتبه، يخصم الأيام اللي هو كان في أجازة فيها ويرجع جايب هدايا للفريق، لبس وحاجات كده. ده تمن العشق. تمن العشق. لا بس لاحظ كارتيرون بقى زاد عليه انه مرضاش يفاتح الاهلي ان في شرط جزائي، ومرضاش يقول له ان انا هدفعه عشان اجيلك، ولا يفتح الموضوع ما تمحكش، مع ان حقه ان الاهلي يقول يدفع له الشرط الجزائي اللي الاهلي عايزه، وما ساومش الاهلي في حاجه. فنيا هو راجل راكز فنيا، شخصيته هاديه مطمعه. بعض الناس تقول لك شخصيته ضعيفه، لكن شخصيته الهاديه دي عنصر القوة بان لما قال انا ممكن لعيب يخرج وينفلت حسابه عند المدير الاداري اللي هو، لكن لو اتاخر دقيقة لن اسمح لاحد ان يتاخر في التدريب. طيب كارتيرون هذا العاشق للاهلي وهذا الذي سعى كثيرا حتى ينال هدفه وحلمه بانه يدرب الاهلي، ودي حاجة قصة تستحق التوقف. لكن كيف بدا كارتيرون للزميل العزيز إيهاب الخطيب وهو يحاوره بالأمس في حوار غير مسبوق؟ أستاذ إيهاب أهلا بيك. مع الوضع في الاعتبار يا إيهاب إن الشوارب عمال يقول الوقت. إيهاب أهلا بيك. السلام عليكم جميعا. أهلا بيك يا أستاذ إبراهيم وأستاذنا العزيز والغالي. أهلا بالمهندس عبد الطيعي طبعا، يعني مش عايز أكبره وأقول أبويا وحبي لك إن أخويا طبعا، وانا دايما بسعد بيكم وبتعلم منكم دايما حاجات. لا انت حاجه رائعه، عملت حوار، عملت شغل حلو قوي قوي وغير تقليدي قدمت الراجل في اجمل صوره. يعني والله يا باشمهندس احنا حبينا نقول ان يعني طبعا انا بقدم الشكر للجهاز الفني للنادي الاهلي والمجلس الاداره والاستاذ خالد توحيد رئيس المحطه على الاسلوب اللي هيكون فيه إدارة بشكل مميز جدا للمحطة، وده واضح جدا على الشغل
فعايز اقول ان الحلقه انا حطيت قادرها على اني بصراحه يعني مش موجود على قناه النادي الاهلي، على اني موجود على اي شاشه اخرى بدون اي محاذير خالص. ويمكن حبيت اكلم مستر كارتلون قبل الحلقه واقول له لو في اي حاجه مش حابب نتكلم فيه نناقش فيها. الراجل قال لي كل اللي نفسك تقوله قوله، ما فيش سقف خالص، واعمل اللي انت عايزه. بصراحه انا مشيت معاه واحده واحده، وعايز اشكر الدكتور عمرو محب جدا جدا ان كان موفق في اسلوب الترجمه الفوريه تقريبا، يعني بالظبط كان موفق وكان واضح وسلس وسهل عليا وعلى مستر كارتون الحوار بشكل كبير جدا، وما حسيناش ان في حد ثالث في الحوار، وحسينا بالظبط دي نقطه مهمه قوي. حسيت مشاعري في السؤال واصله لمستر كارتون قبل ما يجاوب وهو بيسمع ترجمه السؤال، وده كان مهم جدا. امانه الترجمه بالظبط، ده كان فارق بشكل كبير جدا. ولكن انا يعني اول مره، رغم ان انا بحضر الحلقه دي بقى لي فتره وبشكر كل زمايلي في الاعداد ومحمد الوصي وكل طاقم الاعداد وعمر البنوبي وكل الناس، لانهم عملوا فعلا محتوى مميز جدا. لكن اللي عايز اقوله ان انت طبعا يعني بالتاكيد مجهود برجاوي كمخرج كبير في الحلقه كان له تاثير برضه. لا برجاوي طبعا المايسترو بقى على الهواء. المايسترو على الهواء امبارح. وطبعا في ناس كتير مهما اشكر في ناس هتقع مني في الشكر، لكن عايز اقول كلمه واحده، ان انا بقالي اسبوع مثلا بذاكر شخصيه هذا الرجل، لقيت قدامي شخصيه ثانيه خالص، لان هو ملوش اي اللقاءات اللي تبقى قبل الماتش او بعد الماتش، فبالتالي الحديث معاه ملوش اي ايه؟ ملوش اي ايه؟ ملوش اي حوار تلفزيوني موجود اي حته. ملوش، وحتى فكتالوجه لسه مش معاك. بالظبط، وحتى حواراته قليله جدا، ولكن كلامه واضح جدا، وهو الحوار اللي كان في الفرنس فوتبول في التوقيت اللي حصلت فيه فرنسا على كاس العالم. الراجل اتكلم بشكل واضح جدا، عنده اربع ماتشات ان شاء الله هنكتبهم، محتاج مدافع ده قبل ماتشات افريقيا، قبل ماتشات افريقيا، وهجيب سليف كولوبالي وهيندمج مع الفريق بسرعه، انا لاعب عارفه كويس، المنافسه في الدوري صعبه. كل اللي هو قاله تحديدا برؤيته ماشي بشكل كبير جدا. تشعر يا باشمهندس، تشعر يا استاذ ابراهيم، ان هو الراجل هادي الطباع جدا، لكن ومش عشوائي، مش عشوائي، هو شرس جدا، شرس جدا، محترف جدا، قوي جدا، مؤدب قوي. هاي الناس فاهمه انه لما يوطي ياخد راي محمد يوسف يلسنه، بالعكس ده قوه منه، مش قوه منه، لانه قال جمله واضحه جدا امبارح في الحوار. انا باخد رايهم كلهم لكن القرار بتاعي. ولو لاحظت حضرتك وانا بقول له اكيد في وقت كده بيبقى يعني بتهزروا فيه مع بعض، راجل جد جدا جدا. انا بحب ناس تهزر قدامي بس مش في وقت التدريب ولا في وقت الملعب، ده مش موجود خالص. لان انا وانا بتابع وبكلم زمايلي اللي سافروا معاه السفريات، قالوا لي بيستدعي الجهاز الفني الساعه 1 بالليل، يعني في تونس مباراه الترجي الساعه 1 بالليل ليله المباراه، استدعى الجهاز الفني واجتمع بيهم وقعدوا يتكلموا على تكتيكس وشغل فنيات، يعني الراجل ما بينامش. انت عارف عمل لقطه يا استاذ هاب فيها ذكاء وفيها عمق انساني وفيها درايه، هو طالع فين وبيعمل ايه وبرضه بيفكر في ايه. لما جبت له عيلته وقال لك جابوا لي القميص ده وانا طالع بيه عشان لما يشوفوني بيه يفرح ويحس قد ايه فاكرهم. فاكرهم، رغم ان الراجل قال لك انا مطلق من 17 سنه، قال قال لي انا مطلق ما حدش، وانا تزوجت الكوره. بس طبعا هو واضح جدا جدا ان هو مركز جدا في الكوره بشكل كبير جدا، وفعلا واضح من السي في بتاعه كلاعب وكمدرب. وبعدين هو لقب المغامر يا باشمهندس استاذ ابراهيم ما جابوش من فراغ، لان هو ساعات بيكون بيحقق التارجت المطلوب منه وبيسيب الفريق اللي هو فيه عشان يحقق تارجت تاني. لكن هو مع الاهلي عنده امنيات كثيره جدا، عنده احلام كبيره جدا، عنده طموح. وكان اللي لفت نظري كمان اول ما دخل النادي الاهلي قدام دولاب البطولات، ده لفت نظري بشكل كبير جدا، وقف قدام كاس افريقيا وشاور عليه وخد من وقته كده ومشي. فانا سالته تحديدا فقال لي انا عارف قيمه الكاس ده عند الاهلاويه وعند جماهير الاهلي،
وده اكثر حاجه ان شاء الله مع الدوري بس ان شاء الله نجيبها ويبقى الاهلي موجود في كاس العالم للانديه. فهو في من شخصيه النادي الاهلي، في من شخصيه المديرين الفنيين الكبار، تشعر انه واحد من مشجعي النادي الاهلي انه عارف طموحات جمهور النادي الاهلي. حاجه الابرز يا باشمهندس اللي حضرتك بدات فيها في الحوار وحاجه مهمه جدا، قلت ان هو ما رضيش يحمل النادي الاهلي الشرط الجزائي للفريق فينيكس الامريكي. الحاجه الاكبر برضه يا باشمهندس ان الفريق الامريكي ما زعلش من كارتيرو، بالعكس ده عمل له وداع اسطوري وشكروه على الفتره دي وعملوا له كليب وداع مخصوص. يعني شوف راجل وقالوا له عارفين قيمه الاهلي وعارفين انك رايح فين كده، فشوف الراجل ماشي ب ب ب ب باستخدام الشرط الجزائي ودفعه وما قالش للاهلي، والطرف الاخر بيعمل له وداع كبير جدا ومميز وبيقول له القيمه الكبيره اللي انت رايحها احنا عارفينها وعاملين فيديو كليب على الموقع بتاع النادي. شفنا الكلام ده طبعا يا هاب، وكلام مجهود الحقيقه يا هاب، يعني ان الراجل مش فاشل، مش كاسرين وراه قله ولا بركه ان جاله حاجه، ده بالعكس بنحييك يا هاب، بنحييك على الجون الجميل ده اللي انت جبته. انا وان شاء الله مزيد من الاهداف علشان المزيد من الاضافات المميزه لقناه الاهلي ان شاء الله. بشكركم جدا، وعايز اقول لكم حاجه قبل ما اقفل. اتفضل. ما تخافش على الاهلي. ما تخافش على الاهلي ابدا ايهاب الخطيب، شكرا جزيلا ليك. دهمنا الوقت، كان لسه في محتوى كتير عايزين نناقشه، لكن ان شاء الله بس كان كله حاجه لازم تاخد حقها، كله لازم كان يناقش. منتخب مصر هيبدا يوم السبت عهد جديد مع اجيري، الامنيات كلها ان شاء الله المنتخب يتمكن من الفوز على النيجر في تصفيات الامم الافريقيه ويعوض هزيمته في المباراه الاولى كانت في تونس. أجيري المدرب المكسيكي نيو لوك للفراعنة في هذه التصفيات، دي أول مباراة ليه، نتمنى إن شاء الله تعالى التوفيق يكون حليف منتخب مصر أو الحظ مادام بتدوروا على أي حاجة غير التوفيق. باشمهندس هل لديك أقوال أخرى؟ لا، يعني مجهود كويس كرئيس تحرير، بقى عايز أقول لك شكرا وربنا يوفق الأهلي، وزي ما انت قلت ليس لنا خلاف مع حد خالص، احنا بنناقش قضايا بنناقش امور، لكن احترامنا للجميع واعترافنا بالجميع موجود، احنا بنجيب من كل الشاشات اهو دليل احترامنا لهذه الشاشات واعترافنا بهم، لكن اذا اختلفنا في محتوى هنختلف بهذا القدر من الموضوعيه والاحترام. نتمنى التوفيق لمصر. شاشه الاهلي هتواصل مناقشه لائحه النظام الاساسي، وهتناقش بعد ملك وكتاب على طول، هتستمتعوا بلقاءات مع الأستاذ أحمد سعيد كابو عضو الجمعية العمومية للنادي الأهلي، والمستشار فؤاد محمد فؤاد عضو الجمعية العمومية للأهلي، للحديث عن مشروع لائحة النظام الأساسي وكل الآراء حولها. إن شاء الله دمتم للأهلي يعني دائما. يعني أصدقاء أعرفهم ناس كويسه ومحترمه. انا اصلا مش ميال للتصنيف. لا مين بقول لك من مرتدي من مرتدي ما النبي بلاش الطريقه من مرتدي. بص يا استاذ ابراهيم كتر عارف التمييز ياتي من كتر ما بنقول كده. هو الناس المرتدين قعدتهم في مدينه نصر. فهم مرتدي مدينه نصر. اذا انا ليه بقول الجمله دي؟ علشان ابين قد كده الناس مهتميه. يعني النهارده كان الكابتن خطيب في جزيرة، بكرة في جزيرة نصر. لكن أعضاء مدينة نصر امبارح جم اتنين منهم والنهاردة جم اتنين منهم حريصين على التفاعل والاندماج، وكل الفروع هي هنسميها ايه هي ما مش عايزين بقى الحساسيات. التمييز بيجي من ان احنا نحط حساسيات ونتكلم في نادي اهلي وفي فروع اصول خلاص. يعني دمتم للاهلي الموحد دائما، ودام لكم الأهلي بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في التاسعة مساء الاثنين القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.